بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الثاني من الريفيجن بتاع الجزء بتاع الهيستو. هنبدأ ان شاء الله فيه من اول اليورو جينيتال. لو انت ما كنتش سمعت الفيديو اللي فات، يعني بس محتاجك اتليست تسمع الانترودكشن بتاعته، اللي هي الجزء الاولاني اللي كنا بنتكلم فيه على نظام الامتحان وال سكيمات اللي بنستخدمها في الشرح، لان دي مهمة جدا بالنسبة لي. طيب السيستم بتاع اليورو جينيتال اللي هو بينكلود الكيدني واليورينري بلادر والميل جينيتال تراك، ده عندنا فيه خمسه سلايدز يمشوا، يجوا داتا شو او جلاس سلايد، يعني يجوا كده او كده، وثلاثه بس هم ايه اللي داتا شو اونلي. تمام، يعني عندنا اوفرول كله 8. هنبدأ أول حاجة بالإند ستيج كيدني. يعني إيه إند ستيج كيدني؟ دي يعني كرونيك جلوميرولر نيفرايتس، وخلاص الكيدني تدمرت تماما والفانكشن بتاعتها وقفت، دي اللي هي بنسميها إند ستيج كيدني. والسلايد دي عندنا داتا شو فقط، يعني دي ما تجيش عندك كجلوس سلايد. تمام؟ طيب خليني اقول لك ايه هي اصلا الكومبوننتس الهيستولوجي بتاعت الكيدني العاديه، خلاص علشان نقدر ايه نوصف ايه اللي حصل في الاند ستيج كيدني. الكيدني عندنا فيها جلوميرولاي، بعدين بترمي في تيبيولز، وفي انترستيشيوم. الانترستيشيوم ادي مثلا، طبعا انا هنا ده باثولوجي مش طبيعيه يعني، بس دي مثلا منظر الجلوميرولس، ودي التيبيول، وده الانترستيشيال تيشو اللي ماشي في النص. اوكي، والانترستيشيال تيشو ده في ايه ارتريولز. هم دول الاربعه بورتس بتاعه الكيدني، اللي حتى في كل الريبورتات بتاعه الكيدني عندنا اللي يعني بتخرج من الاسم بيبقى التعليق عليهم، جلوميرولاي، تيبيولز، وانترستيشيوم، وايه الارتريولز. تمام، طيب تعال نشوف ايه اللي حصل في الاربعه دول في الاند ستيج كيدني. الجلوميرولاي بقت فايبروزد، خلاص ما احنا اصلا قايلين انها ايه، انها كرونيك جلوميرولونيفرايتس، فاكيد حصل فيها انفلاميشن وفايبروزس، يبقى الجلوميرولاي فايبروز. ادي واحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه، كل دول ايه فايبروز جلوميرولاي. تمام، التيبيولز بيحصل فيها سم سورت اوف اتروفي، وبيبقى جواها كوس من البروتين اللي هي بنسميها هايلاين كوس. المفروض ده بروتين نازل في اليورين لانه ما بقاش ما رجعش عن طريق الجلوميرولاي، الجلوميرولاي فانكشن بتاعتها بايظه، فالبروتين عدى فوصل للايه التوبيولز، فالاقي هايلاين كوست جوه التوبيولز. يبقى التوبيولز فيها ايه، فيها اتروفي وفيها كوستس، اوكي، او هايلاين كوست. ماشي، الانترستيشيال تيشو انت بتقولي كرونيك جلوميرولونيفرايتس، يبقى في كرونيك انفلاميشن وفايبروزس. عايز توصف تقول ليمفوسايتس وبلازما سيلز ومايكروفيجز وفايبروزس، اوكي، اللي هي ستامبت كرونيك انفلاميشن عاديه. عايز تكتب كرونيك انفلاميشن زي ما مكتوب في الكتاب، مفيش اي مشكله خالص. والارتريز والارتريولز بيكونوا ثيكند، زي مثلا واحد زي ده كده اهو اللي لسه ليه اليومن ده، ده مش جلوميرولس. طب عرفتي منين؟ لان اليومن حاجه واحده مش طفت كده زي الجلوميرولاي، اوكي، لكن الوول بتاعه ثيكند جدا. ده ايه؟ ده اند ارترايتس اوبليترانس، فبقى ايه ثيكند. يبقى الجلوميرولاي تيبيولز انترستيشيوم وارتريز وارتريولز، الجلوميرولاي فايبروزس، التيبيولز اتروفي وكوس، ال ارتريولز ثيكند، اوكي، ثيكند وول عشان اندر ارترايتس اوبليترانس. طيب والانترستيشيوم فيه عباره عن ايه؟ كرونيك انفلاميشن وفايبروسس. ماشي، ادي الاربعه كومبارتمنتس او الاربعه اجزاء بتوع الكيدني عندنا، وكل واحده فيهم حصلت فيها ايه. الاسئله اللي ممكن تيجي، ممكن يجي يقول لك ده ايه، فهتقول له دي جلوميرولس، او ديسكرايبز ستراكشر هتقول له فايبروس جلوميرولس. اوكي، ممكن يجي يشاور لك على اللي جوه اليومن هنا ده، هتقول له ان دي ايه كوست، هايلاين كوست، او هو مش يعني هو مش محدد عندك هايلاين، فاكتب كوست وخلاص. تمام، ده كده اول ايه سلايد عندنا اللي هي كيدني مش تيومر، وكل السكشن كده زي ما انتم شايفين حته واحده، نفس الايه نفس المنظر، مفيش انصاص يعني، مفيش نصين ولا حاجه. تمام، طيب تاني بقى سلايد عندنا في الكيدني برضو مش تيومر، وبرضو كل السكشن نفس المنظر. واضح طبعا ان انا بجهز لان في حاجه جايه هيبقى السكشن نصين. طيب تمام، ايه اللي حصل هنا؟ ده اميلودوزس اوف ذا كيدني. يعني ايه اميلودوزس؟ ده بروتين زايد في الجسم. ليه بقى قصص وحوار يعني اسباب، وبنقسمه لبرايمري وسكندري وقصص كبيره جدا. اوكي، المهم ان البروتين ده بيروح يبقى ماشي في الدم وبيديبوزيت بقى في ديفرنت اورجنز، والكيدني والليفر والسبلين، الثلاثه دول من الاماكن المحببه ليه، لكن يجي في كل حته، يجي في كل حته حرفيا. طيب الاميلودوزس بيبان شكله عامل ازاي وبيديبوزيت فين؟ الاميلودوزس بيبان شكله هوموجينس بينك deposits، او يعني homogeneous pink material. اوكي، بصوا كده، اكيد انتوا حاسين ان في لون هنا ايه بينك زياده كده، احمر زياده او بينك زياده. اوكي، طيب ده ايه؟ ده شكل الاميلويد. طيب
بيديبوزيت فين؟ بيديبوزيت الاميلويد يعشق البيزمنت ميمبرينز بوجه عام في كل الاماكن اللي بيروح فيها في كل الاورجانز طيب فهنا هيديبوزيت في البيزمنت ميمبرينز فين؟ تعالى نرجع للاجزاء بتاعت الكدني اللي حكيناها. يعني احنا قلنا في جلوميرولاي هو فعلا بيديبوزيت في الجلوميرولار كابيلاريز، يعني هو وصف لك زياده قال لك بورتري اور كومبليتلي ريبليسد بالبينك اميلويد ديبوزيت. لو كتبت بس الجلوميرولار كابيلاريز اي ثينك اتس اوكي تمام. طيب ايه تاني؟ في التيبيولز برضو بيديبوزيت في البيزمنت ميمبرين بتاع الكولكتنج تيبيولز، وبرضو هنا بسبب ضعف الفانكشن بتاعت الجلوميرولاي الكابيلرز المصفى نفسها ما بقتش شغاله كويس عشان الامايلويد اللي ديبوزيتد فيها ده، فالقلب من هينزل في اليورين ويعمل لي كوست زي مثلا دي زي دي اللي هم الحاجات الصغيره زي دي ودي، غير خالص ايه الكبار دول اللي هم الكور الكبيره دي بينك دي، دول مين؟ دول اللي هم الجلوميرولاي تمام. ايه تاني؟ في البيزمنت ميمبرينز بتاعه الارتريولز برضو هتبقى سيكند ويز ايه نارويد ليوم. مفيش حاجه اسمها بيزمنت ميمبرين اوف ذا انترستيشيوم صح؟ مفيش حاجه اسمها كده، فخلاص مش هنقول. يبقى بيزمنت ميمبرين اوف الجلوميرولاي والتيبيولز والارتريولز. الجلوميرولاي خلاص يعني او اقول ان هي ريبليسد بالاميلويد، التيبيولز فيها قلب من كاست محتاجين نذاكرها دي، الحاجه الثالثه اللي هي الارتريولز برضو سيكند ويز نارويد ايه ليوم تمام. طبعا السلايد دي داتا شو اونلي، ما عندناش منها ايه جلوس سلايد. الارو بيشاور على ايه؟ بيشاور على بص بقى، لو قال لك نيم ذس ستراكشر هتقول ان دي جلوميرولس، لكن لو قال لك ديسكرايب ذس ستراكشر هتقول ان هي جلوميرولس فيها هوموجينس بينك اميلويد ايه ديبوزيت تمام. دي واحده، كل الكور دي 1 2 3 دي 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 دي، كل الكور دي عبارة عن ايه؟ بس هما يعني لما هيسألوك هيجيبوا اوضح واحدة اوضح يعني مثلا انا شايفة دي كويسة جدا باينة جدا كورة اهي خلاص. ويا اما بقى زي ما بقولك يقولك نيم او ديسكرايب. بصوا الاسئلة في الامتحان بتبقى ان شاء الله يعني ما لا تحمل معنيين، يعني هتبقى الحاجة يعني يا اما هيقولك نيم ذا ستراكشر فخلاص انت مجرد ما كتبت جلوميرولس انت تمام، ديسكرايب ذا ستراكشر لا بصراحه لو كتبت لي جلوميرولس هنقصك، هو كده بس جلوميرولس طبيعي ما هو في باثولوجي خلاص. ويعني جاست ان كيس انه انت حسيت ان السؤال يحمل معنيين او مش واضح، انت عندك الحق تمام ان انت ترفع ايدك في الامتحان وتسال، بس ما تبقوش مستفزين في الاسئله. يعني مثلا لما حد في السؤال زي ده يقول لي ايه دكتور يعني انتوا قصدكوا اكتب جلوميرولس ولا اكتب اميلويد؟ ديفينتلي مش هرد عليه ديفينتلي، خاصة لو بيتكلم بصوت عالي كده وقدام الناس كلها اكيد لا خلاص. فخليك ذكي، يعني انتوا عايزين بس اسم الشيء ولا انتوا عايزين كمان المشكلة اللي حاصلة فيه كده خلاص، عشان ما تستفزش الناس اللي واقفة يعني تمام. طيب ايه موضوع سبيشال ستيت نيدد تو دوكيمنت؟ المفروض هو ده سؤال كان بيجي قديما شويه لما كان كل الحاجات بتتاخد مع بعض وكانوا واخدين الاميلويدوزس في نفس السنه وكانوا عارفين ان الاميلويد اسو بي دوكيمنتد باي كونجو ريد اي ستين. دي اهم ستين بنستخدمها علشان نعرف ايه الاميلويد. طيب هل احنا يعني بصراحه هو في النظري عندكم في الاميلويدوزس في صوره كونجو ريد في الكتاب بتاعكم بتاع السنه دي، فيعني هيبقى صراحه سؤال رخم شويه بس يعني خليك عارفه وخلاص. يبقى السبيشال ستين نيدد تو دوكيمنت هي الكونجو ريد اي ستين تمام. بس ادي كده يا جماعه، ادي كده اتنين سلايدز عندنا، الاثنين داتا شو اونلي، الاثنين كيدني مش تيومر، والاثنين السكشن كله اهو زي ما انتم شايفين حاجه واحده، مفيش نص ونص، كل المنظر عندي نفس المنظر، كل المنظر عندي نفس المنظر. ايه دول؟ ان ستيج كيدني او اللي هو كرونيك جلوميرولونيفرايتس، ودي عباره عن اميلويدوزس في الكيدني. الاثنين سوري بنتكلم فيهم على ثلاث حاجات، الجلوميرولاي والتيبيولز والارتريولز. تعال نشوف في الان ستيج كيدني الجلوميرولاي فايبروست اوكي عشان هي كرونيك انفلاميشن. طيب وهنا فيها اميلويد ديبوزيت، ايه هو الاميلويد ديبوزيت؟ هوموجينس بينك ماتيريال ماشي. التيبيولز هنا اتروفيك اللي هم زي دول كده خلاص، وهنا فيهم اميلويد ديبوزيت، الاثنين فيهم كاس سواء هنا سواء هنا تمام. طيب الارتريولز هنا فيهم ثيكنينج عشان اند ارترايتس اوبليترانز، وهنا ايه فيهم هوموجينس بينك اميلويد ديبوزيتس برضو فسيكند برضو، يبقى الاثنين سيكند برضو خلاص. ما تنساش بس ان الانترستيشيوم هنا فيهم، شايفين كل النقط الزرقاء اللي في النص دي؟ دي في دي كرونيك انفلاماتوري سيلز وفايبروزس في الانترستيشيوم اوكي. يبقى دي ان ستيج كيدني الجلوميرولاي فايبروست اللي هم دول، التيبيولز اتروفيك وفيهم كاس اللي هم دول، الارتريولز سيكند زي ده، الانترستيشيوم فيه كرونيك انفلاميشن وفايبروزس. دي اميليدوزس هوموجينس بينك ديبوزيت فين؟ في البيزمنت ميمبرينز اوف الجلوميرولاي اللي هم زي دول كده فهيبقوا برضو ريبليسد بالاميلويد، التيبيولز هيبقوا فيهم كاس برضو، الارتريولز هيبقوا ثيكند، ومش هنتكلم على الانترستيشيوم مفيش حاجه اسمها بيزمنت ميمبرين اوف ذا انترستيشيوم خلاص. ادي كده اول تو سلايدز عندنا.
تالت سلايد عندنا واضح انها اهي واحده نص ونص، اللي هو ايه ده اهو نص الكدني اهو ماشي، ده الجزء ده كده الكدني، لا الجزء ده تمام ماشي، وده التيومر ماشي. طيب عرفتي منين ده كدني؟ ادي اهي الجلوميرولس اهي تمام، دي جلوميرولس اسهل حاجه تعرف بيها الكدني، ودي برضو جلوميرولس اهي اوكي. طيب ماشي ده ايه؟ ده عباره عن رينال سيل كارسينوما مالجنان تيومر ابيثيليال تيومر، لانه كارسينوما طالع من الرينال تيوبولز تمام. طيب السلايد دي عندنا تيجي داتا شو وتيجي جلاس سلايد ماشي، هنحكيها ايه؟ ستومبت مالجنان تيومر ماشي. يلا نحاول، هنقول انه سيكشن في الكدني تمام، شوينج انفلتريشن ماشي باي مالجنان تيومر. ايه المالجنان تيومر ده بقى؟ ترسيست الخلايا وشكل الخلايا وفيتشرز اوف مالجنسي. ترسيست الخلايا هو قايل لك كوردز، او يعني انا شايفه ان كلمه جروبس از انف خلاص، عايز تحفظ اثنين مفيش مشكله خلاص. طيب يبقى كوردز او ايه؟ جروبس اوف مالجنان سيلز. طيب ده الترسيس، بس عايزاك تحفظ هنا جمله عشان مهمه لينا بصراحه احنا في الايدنتيفيكيشن بتاع رينال سيل كارسينوما، ان الاستروما ما بين الجروبس دي ديليكت، ديليكت يعني ايه؟ يعني رفيعه كده قوي، مش فايبروزيك وديزموبلاستيك، عشان كده التيومر ده على فكره ما تلاقيهوش ناشف قوي في الجراس اوكي، ديليكت فايبروفاسكولار استروما بس ماشي. يبقى تاني سيكشن في الكيدني شوينج انفلتريشن بمالجنانت تيومر فورمد اوف جروبس او كوردز او جروبس از انف سيبريتد باي ديليكت فايبروفاسكولار استروما، ديليكت يعني ايه؟ رفيعه تمام. طيب بعد كده شكل الخلايا ايه؟ شكل الخلايا بوليهيدرال او بوليجنال، هي زي اللي قلناها بالظبط في الهيباتوسيلولار كارسينوما اللي هم المدورين بس مبعجرين شويه كده. طيب البوليهيدرال سيلز دول بقى فيهم حاجه مهمه جدا 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 جدا، اللي هي ان السيتوبلازم بتاعهم ايه؟ بيل او كلير، وكلمه كلير احلى ليه؟ لان هي اصلا اسمها كلير سيل تايب رينال سيل كارسينوما، فما فيش مشكله خالص كلير سيتوبلازم ليه؟ لانه كان فيه جلايكوجين وليبيد ويتش ديزولفد ديورينج ذا بريبريشن. بص ان شاء الله في اخر خالص الهيستو هجمع لك كل الحاجات الكلير، بس فور ناو يعني احنا اخذنا اثنين سيجنت رينج اللي هي الميكويد كارسينوما بتاعت الكولون، كانت الخلايا فيها شكلها سيجنت رينج، والسيجنت رينج كارسينوما بتاعت الاستومك هي اسمها سيجنت رينج، فالخلايا سيجنت رينج، الاثنين دول فيهم ميوسين، يبقى كلير ليه؟ علشان ميوسين تمام. طيب خدنا كمان اللي هو الاستياتوزس بتاع الليفر، ده كان فيه فات ويتش ديزولف ديورينج ذا بريباريشن، وادي واحده اهي كمان فيها برضو جلايكوجين وليبيد ويتش ديزولف ديورينج ذا بريباريشن اللي هي الرينال سيل ايه؟ كارسينوما. النيوكليس فيها فيتشرز اوف مالجنسي، يعني حتى ما تتضايقش من كلمه سمول، هو قصده سمول لان السيتوبلازم كتير قوي، فلما تيجي تحسب ان سي ريشيو في الاخر تلاقيها ايه؟ يعني مش عالي قوي، لكن اوكي ما تعملش اوفرلود لدماغك. يلا اول ستامت مالجنسي فيتشرز اوف مالجنسي العاديه بليومورفيزم وهايبركروميزيا وانكريز ميتوزس وانكريز ان سي ريشيو كله عادي خلاص. طيب يبقى تاني سيكشن في الكيدني شوينج انفلتريشن بماليجنانت تيومر ترسيستو جروبس سيبريتد باي ديليكت فايبروفاسكولار ستروما، عشان انا هحتاجها كمان قدام دي تمام. وبعدين الخلايا بوليهيدرال، عايز تقول راوندد ما عنديش مانع، والسيتوبلازم اباندنت وكلير. كلير ليه؟ ده مهم قوي، علشان كان مليان جلايكوجين اند ليبيد ويتش ديزولف ديورينج ذا بريباريشن اوف ذا سكشن اوكي، والنيوكليا فيها فيتشرز اوف ايه؟ مالجنسي خلاص. فين الكلام ده؟ اهو ده النورمال، وده الايه؟ التيومر ماشي. ودي عندنا فيها جلاس سلايد وبنعرفها كده، بقول لك لو لقيت جزء كيدني وجزء تيومر فاتح تبقى كلير سيل كارسينوما تمام. البيهيفير بتاعها مالجنان طبعا، اكسبلين ذا ابييرنس اوف ذا سيلز، هنقول ان احنا عندنا جلايكوجين وليبيد ويتش ديزولف ديورينج، يعني كلير سيتوبلازم ديو تو جلايكوجين وليبيد ويتش ديزولف ديورينج ذا بريباريشن. ادي اول واحده في المالجنان تيومر نص ونص، يبقى انا كده خدت اثنين الكيدني كلها نفس المنظر اللي هم الاند ستيج كيدني والاميليدوزس، وخدت واحده نص ونص، نص نورمال كيدني ونص مالجنان تيومر اللي هو الرينال سيل كارسينوما. التيومر ده لما اتفرج عليه في الجلاس سلايد احساسه او لونه ابيض او فاتح تمام. طيب نيجي للسكشن الثاني اللي برده نص ونص، ده ايه؟ ويلمس تيومر او نيفروبلاستوما. ايه النيفروبلاستوما ده؟ ده مالجنانت تيومر بيطلع من الريمننس اللي في الكيدني. التيومر ده بيجي فين؟ في اطفال children يعني 4 سنين اخرنا، 5 سنين ماكسيمم 6، لكن او في الاول ممكن يجي سنه وسنتين وثلاثه تمام. طيب فين النورمال؟ ادي الجزء النورمال اهو اللي هو على ايدك اليمين، وادي الجزء ايه؟ التيومر. عرفت منين ده نورمال؟ من الجلوميرولاي، ادي واحده الثانيه الثالثه، فده شكل ايه؟ النورمال كيدني، وده الجزء بتاع ايه؟ التيومر
الحقيقه بقى النيفروبلاستوما دي الوحيده اللي رخمت عليا، مفيش مش هينفع نحط فيها الاسطمبه بتاعتنا لان هي يعني بس هي كاركترستيك جدا جدا جدا، ليها وصف مختلف خالص. التيومر ده بيبقى ميكتشر من ثلاثه كومبوننتس، تروي فيزيك تيومر. اول حاجه اللي هي البلاستيمال سيلز نفسها، مش هي اسمها نيفروبلاستوما، اللي هم الاندفرنشيتد سيلز نفسهم. اوكي، دول بقى ليهم اشكال كتير، يعني ممكن يبقوا مدورين او اوفل او سبيندل. خدها كده مدوره بعدين بقت اوفل استرتش وبعدين بقت سبيندل، ماشي، اوفل راوندد اوفل او سبيندل، وايه ديبلي ستيند زي ما انتم شايفين. ودي مهمه قوي عندنا انه هي بتديك الاحساس الازرق، ماشي، عشان ايه نفرقها ما بينها وما بين الرينال سيل كارسينوما لما نشوف تحت ايه الميكروسكوب. اوكي، يبقى اول جزء عندنا اللي هم الاندفرنشيتد بلاستيمال سيلز، دول بيبقوا يا راوندد يا اما اوفل يا اما سبندل، خلاص، وهم ديبلي ستيند. كلمه ديبلي ستيند الصراحه مهمه ليك قبل ما تكون للمصحح، عشان انت هتعرف بيها ان تيومر لونه ازرق، فده ايه يفرقه من الرينال سيل كارسينوما. طيب ايه تاني ممكن يبقى فيها؟ ايبيثيليال سيلز. البلاستيمال سيلز حاولت تروح للمستقبل بتاعها وتعمل ايبيثيليال كومبوننت، بس طبعا بيبقى شكله مش حلو، فبيبقى ايه امبيرفكتلي فورمد تيوبولز، يعني تيوبولز بس مش حلو، وامبيرفكتلي فورمد جلوميرولاي. تمام، فدي الابيثيليال كومبوننت. يبقى رقم واحد الاندفرنشيتد بلاستيمال كومبوننت، ده خلايا مدوره بيضاويه سبندل، ماشي، ممكن تبقى كده او كده او كده، ديبلي ستيت. بعدين الابيثيليال كومبوننت هي كانت هتعمل ايه؟ تيوبولز وجلوميرولاي، فامبيرفكتلي فورمد تيوبولز امبيرفكتلي فورمد جلوميرولاي. عايز تكتب كلمه ابورتيف، اوكي ما كتبتهاش، امبيرفكتلي تحل محلها. تمام، وساعات بقى تعمل ديفرنشيشن غريب، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا ان ممكن البلاستوما يعني البلاستوماز عامه يبقى فيها تشو غريب جدا على المكان، ما هي اصلا الخلايا ما كانتش لسه هي يعني بروجرامد وعارفه هي هتبقى ايه وعارفه مستقبلها كان المفروض يبقى ايه، اوكي، بس تحس ان هي لسه كده مش مستقره، فممكن ترجع في كلامها وتعمل شكل تاني، فبتعمل دي ديفرنشيشن وتروح بشكل تاني. طيب شكل تاني زي ايه؟ هنا بقى الميزنكايمال اليمنت، يعني ممكن الاقي مثلا كورتلج، الاقي مصل، الاقي بون كده، يعني مناظر غريبه. فالميزنكايمال اليمنت ده ممكن يبقى برده اندفرنشيتد خالص او ديفرنشيتد انتو، اكتب اي اكزامبل واحد كفايه، يعني مثلا ممكن بون كارتلج. الكارتلج اشهر حاجه لو انت بتتكلم يعني على، وبالصراحه السلايدز اللي عندكم هي مينلي بلاستيمال سيلز او بلاستيمال كومبوننت يعني، وفي بعضهم فيهم ايبيثيليال كومبوننت. اوكي، المنظر اللي قدامنا ده كله بلاستيمال، يمكن هنا كده في زي فتحات قليله قوي 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 امبيرفكتلي فورم تيوبولز في الحته دي بالظبط كده. اوكي، السلايدز اللي عندكم برضو بتتراوح اللي هي في الجلاس سلايد، يعني بتتراوح بين ان هي يا اما بلاستيمال كومبوننت يا اما ايبيثيليال كومبوننت. تمام، فالنيفروبلاستوما هو المالجنان تيومر الوحيد اللي مش هنشرحه على الاسطمبه، بس هو الكاركترستيك جدا، مفيش اصلا حاجه ثانيه بنوصفها كده. هم 3 كومبوننتس، بلاستيمال كومبوننت، ايبيثيليال كومبوننت، ميزنكايمال كومبوننت. البلاستيمال كومبوننت خلايا اندفرنشيتد خالص، تاخد شكل من مدور لاوفل لسبندل، ودي بليستيند زرق عشان كده المنظر اللي قدامنا ده. تمام، طيب الابيثيليال كومبوننت امبيرفكتلي فورمد تيوبولز امبيرفكتلي فورمد جلوميرولاي، لانه ده مستقبلنا بس احنا مش عارفين نعمله حلو قوي. اوكي، طيب الحاجه الثالثه بقى، لا احنا شطحنا بقى ورحنا في حته بعيده، ميزنكايمال كومبوننت، وده بيبقى يا اما اندفرنشيتد، انا شايفه بس شكل ميزنكايم لكن مش عارفه بصراحه اقول عليه اي شكل، او لا اقدر اقول ان ده شكله كانه بون، كانه كارتليج، كانه ماسل سموث او سكيلتال، وات ايفر. تمام، ده كده مين الويلمس تيومر، البيهيفير بتاعه هو طبعا مالجننت تيومر، والايج جروب بتاعته تشيلدرن. خلاص، دول كده ايه الاثنين مالجننت تيومرز. يبقى احنا كده خدنا اثنين السكشن كله نفس المنظر وما كانوش تيومرز، اثنين نص ونص. اوكي، وهنا يعني ده نص الكيدني الطبيعي وده تيومر. اوكي، وهنا ده نص الكيدني الطبيعي وده تيومر. عايزاك كده بص لي كده في الحته اللي انا ماشيه فيها دي كده، حاسس بالفرق في اللون ما بين المنظر ده الفاتح وبين المنظر ده الغامق جدا؟ وات ايفر ذا ستيننج اوف ذا سلايد، هتحس الموضوع ده، يعني ما شفتش لخبطه فيها قوي. انا بس ببقى يعني ايه، احنا عايزينكم تتحطوا على الطريق ان انتوا عارفين ان ده واحد، يا اما ده يا اما ده، تشوف النور من الكدني وتحس ان ده اوكي اتس اوكي، هو يا اما ولمس يا اما رينال سيل كارسينوما. لو انت بقى يعني وصلت لكده هتوصل خلاص، يعني مهما كان الولاد ما بنفهمش في الالوان، لا هتحسه الغامق ده اللي هو النيفروبلاستوما او الويلمز، والفاتح ده اللي هو الرينال سيل كارسينوما او الاسم الثاني بتاعه هايبرنيفروم. طيب دي ستامبت مالجنسي عاديه خالص، سكشن في الكيدني شوينج انفلتريشن بمالجنانت تيومر فورمد اوف بوليجونال سيلز ارينجد، لا الاول ارينجد في جروبس وكورت سيبريتد باي ديليكت فايبروفاسكولار ستروما،
اوكي. الخلايا نفسها بقى سيل باي سيل هم بوليجنال، عندهم اباندنت كلير سيتوبلازم لانه مليان جلايكوجين اند ليبيد ويتش ديزولف ديورينج ذا بريباريشن، والنيوكليس فيها فيتشرز اوف مالجنس. تمام. طيب دي لا دي قصه كبيره، دي ما لهاش اي علاقه بالاسطمبه بتاعتنا. ثلاثه كومبوننتس بلاستيمال سيلز او بلاستيمال كومبوننت، يعني ابيثيليال كومبوننت ميزينكايمال كومبوننت. البلاستيمال سيلز دي بتبقى يا اما راوند يا اما اوفل يا اما سبيندل ديبليستيد غامقين يعني. اوكي. الابيثيليال امبيرفكت، امبيرفكت ايه؟ تيبيولز وجلوميرولاي. اوكي. طيب الميزنكايم لا ده بنشطح بقى، يا اما حاجه اند فرانشيتد خالص، يا اما ممكن تبقى ديفرانشيتد انتو بون كارتليج ستريتد ماسل او سكيليتال ماسل او سموث ماسل. تمام. دول مين الاثنين بتوعنا؟ هنا بالسؤال اللي بيحبوه قوي الابيرنس بتاع السيلز، هتقول ان طبعا دي كلير ديو تو جلايكوجين ليبيد ويتش ديزولف ديورينج ذا بريباريشن. هنا ممكن يسالك الايدج جروب ايه، هتقول له تشيلدرن. الاثنين طبعا لو سالك البيهافير فهم مالجنت. تمام. تيومر بيفكرك قوي قوي بالرينال سيل كارسينوما اللي هو السيمينوما بتاعه التستس، وده داتا شو اونلي، والحمد لله رب العالمين انه داتا شو اونلي. ليه؟ لان هو كمان كلير سيلز، فكانت هتبقى شويه قصه ان احنا نفرق ما بينهم. هنحتاج بقى نفرق ما بينهم ازاي بالنورمال، ان هناك كان هيبقى كيدني هنا هيبقى تستس. فالمهم ان هو ايه داتا شو اونلي. يلا نحكي له استنبط مالجنسي. هو ده التيومر ده عباره عن ايه؟ عباره عن جيرم سيل تيومر. خلاص، واحد من الجيرم سيل تيومر، اشهر جيرم سيل تيومر في التستس، والكاونتر بارت بتاعته في الاوفري اسمها ديز جيرمينوم. تمام. طيب هنقول سكشن في التستس شوينج انفلتريشن بماليجنانت تيومر. بص بقى، فورمد اوف جروبس زي الرينال سيل كارسينوما، اوف بوليجنال او راوندد سيلز زي الرينال سيل كارسينوما، وذ كلير سيتوبلازم. ليه؟ عشان في جلايكوجين اند ليبيد ويتش ديزولف ديورينج ذا بريباريشن، بالظبط زي الرينال سيل كارسينوما، والسيلز فيهم فيتشرز اوف ايه؟ مالجنانت. يعني بصراحه التيومرز دول فيري سيميلر قوي مع بعض للوصف. طب في فروقات ما بينهم، فرق واحد بس. فاكرين لما هناك عمال اقول لك ديليكت فايبروفاسكولار ستروما وديليكت، وعمال ااكد عليها، وانا اصلا في كل المالجنانت تيومرز اللي فاتت واللي جايه ما ركزتش قوي في موضوع الاستروما. بس هنا بقى هنركز في رينال سيل كارسينوما ديليكت فايبروفاسكولار ستروما، وهنا الاستروما مليانه ليمفوسايتس. طبيعه التيومر ده كده ان هو بيبقى مليان ايه؟ ليمفوسايتس. لو بصيت على الصوره، بص هتحس ان في حتت اللي هي دول اللي هم الغامقين شويه، وحتت اللي هي الخلايا الكلير دي، المساحات اللي زي مثلا دي كده، دي كلير سيلز، وفي في النص الخلايا الصغيره دول. اوكي. الخلايا الصغيره الغامقه دول الليمفوسايتس. الخلايا الكبيره الفاتحه دول التيومر سيلز. فلما يجي يسالك دول مين، وعايز اقول لكم بيسالوا على الليمفوسايتس اكتر ما بيسالوا على التيومر سيلز. يعني ما السؤال مشهور قوي هنا ايه نيم السيلز دول اللي هم pointed by the red arrow، هتقول دول ايه؟ lymphocytes. describe السيلز pointed by the black arrow، هتقول ان دول التيومر سيلز، عبارة عن groups of rounded cells او polyhedral او polygonal، كله بالنسبة لي واحد، with abundant clear cytoplasm. وهنا كتبوها clear، وانا اصلا موافقة دي واللي فاتت الرينال والسيمينوما الاثنين يتكتبوا clear. كلير سيتوبلازم ليه؟ علشان فيه هاي كونتنت من الجلايكوجين والليبيد ويتش ديزولف ديورينج ذا بريباريشن، والنيوكليس فيها فيتشرز اوف مالجنسي اللي هم بقى بليمورفيزم والكلام ده كله. على فكره ما تتوترش خالص من 1 ل 2 نيوكليو، مش محتاج تذاكرها، انت هتوصف اصلا اوريدي في الاسطمبه بتاعتك بروميننت نيوكليولي، فتمام جبنا سيرتها وقلناها مفيش حاجه. خلاص ماشي. فده كده ده عندنا داتا شو اونلي، استنبط مالجنانتي عادي خالص، سيكشن في اتستس شوينج انفلتريشن بمالجنانت تيومر فورمد اوف جروبس اوف سيلز، الخلايا شكلها راوندد او بوليهيدرال، وفيهم اباندنت كلير سيتوبلازم عشان مليان جلايكوجين اند ليبيد ويتش ديزولف ديورينج ذا بريباريشن. تمام. وبعدين الجروبس دول والسيلز طبعا فيهم فيتشرز اوف مالجنانسي، والجروبس ار سيباليتد باي فايبرس ستروما ريتش ان او انفلتريتد باي ليمفوسايتس، ومهمه قوي 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 بيسالوا عليها كتير. خلاص قادرين تحسوا الشكلين؟ ده الفاتح، ده اللي هي الخلايا كبيره وفاتحه كده، ده التيومر سيلز نفسها، المجموعات دي 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 دول الليمفوسايتس. تمام. ادي السيمينوما والرينال سيل كارسينوما، دي الرينال سيل كارسينوما ودي ايه؟ السيمينوما. اوكي. في الوصف سكشن في الكيدني، سكشن في التستس شوينج انفلتريشن بماليجنانت تيومر
formed of، انا بتكلم على الاثنين، formed of groups of polyhedral cells او polygonal cells having abundant clear cytoplasm due to the presence of glycogen and lipid which dissolved during the preparation. النيوكليوس شو بوليمورفيزم وهايبرتروميزيا وانكريزد ميتو، كل بقى الاسطمبة بتاعتكم دي والبروميننت نيوكلولي والكلام ده كله، يعني شوف الاربع ايتمز دول كلهم ما فيش فيهم اي اختلاف. الفرق الوحيد ان هنا هنقول ديليكت فايبروفاسكولار ستروما، وهنا ستروما ريتش فيه الليمفوسايتس زي دول كده، الجزء ده كده 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 كده، الجزء ده كده كده كده، الحاجات الزرقاء ايه الغامقه دي. تمام، اتذاكروا طبعا 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 مع بعض. ماشي، يبقى انا كده خدت ايه؟ انا كده خدت في الكيدني اربع حاجات، اتنين مش تيومر، السكشن كله زي بعضه، اوكي، اللي هم الكرونيك جلوميرولونيفريتس او الان ستيج كيدني، بنعلق فيها على الاربع ستراكشرز بتوع الكيدني. تمام، والاميليدوزس اللي هو هوموجينس بينك تو بوزيشن في بيزمنت ميمبرينز بتاع الثلاثه ستراكشرز، طبعا ما قلناش الانترستيشيوم لان ما فيش هنا بيزمنت ميمبرين. تمام، طيب، وبعدين نصين رينال سيل كارسينوما ونيفروبلاستوما. الرينال سيل كارسينوما مشيت معانا على الاسطمبه زي الفل، ما تنساش بس ايه الكلير سايتوبلازم، ما تنساش الديليكت فايبروفاسكولار ستروم، اوكي. انما النيفروبلاستوما لا، دي قصه مختلفه مش هتتكرر تاني. الثلاثه كومبوننتس دول بلاستمال كومبوننت ابيثيليال كومبوننت ميزينكايمال كومبوننت، اوكي. طيب، اما السيمينوما ده مالجننت، ده كده في حاجه بقى في التستس، مالجننت تيومر اوف ذا تستس، ويشبه جدا 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 في الوصف بتاعه الرينال سيل كارسينوما. اختلافهم تقريبا الوحيد في قصه ايه الاستروما، انها ديليكت فايبروفاسكولار استروما هنا، وهنا ريتش في الليمفوسايتس. نروح ليه بقى اليورينري بلادر، واول واحده عندنا هي يورينري بلادر بالهريزيزس، ودي عندنا تيجي جلوس سلايد وتيجي داتا شو. يميزها بصراحه في الجلوس سلايد ان الاوفا كتير، مش بيطلع عينك عشان تلاقيهم زي في الايه البوليب في الكولون اللي هو بالهرس البوليب بتاع الكولون. لا، هنا بصراحه يعني كل السلايدز اللي عندنا العدد فيها مش قليل. تمام، هنقول ايه؟ هنقول بالهرزيا الاوفا سراوندد باي بالهرزيا الرياكشن. ايه بالهرزيا الاوفا دي؟ يلا التلات الوان، يلوش ريفراكتايل شيل وفيها بينك ميراسيديم، ممكن تبقى فريش وفيها بينك ميراسيديم، وممكن تبقى كالسيفايد وتابير از دارك بلو. سراوندد باي بالهرزيا الرياكشن اللي هو ليمفوسايتس وبلازما سيلز وهيستوسايتس وفايبروزس، ولا تنسى ابدا الايزرمز. يمكن لو محتاج تذاكر حاجه هنا هتبقى كلمه ان اكتر ديبوزيشن بيكون في السبميكوزا. ليه؟ لانه البلهارزيا دي الاوفا سوري الورم عايشه في البلد وبترمي بتعمل ديبوزيشن للاوفا بتاعتها. طيب، اكتر حته جزء فاسكولار في الوول كله فين؟ هو في الايه السبميكوزا. ده النورمال يوروسيليوم، ودي الماسل لاير، شايفين؟ والجزء اللي في النص ده كله هو البلهارزيا الاوفا، هو سوري هي فعلا صراحه بلهارزيا الاوفا بالسبميكوزا، يعني مش قال سبميكوزا فيها بلهارزيا الاوفا، اوكي؟ لا، كل اهو دول ودول ودول ودول، كل بقى النقط الصودا اللي قدامك دي عباره عن ايه؟ بلهارزيا الاوفا في السبميكوزا. يبقى ادي اليوروثيليوم وادي المصل، اوكي، واللي في النص ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن سبميكوز. طب ايه الصوره دي؟ هنا بقى جايب لك صوره هاي باور على اليوروسيليوم، اكيد علشان توصف لي التشنجز اللي بتحصل في اليوروسيليوم، اوكي؟ ايه اللي بيحصل في اليوروسيليوم بسبب الاريتيشن من كميه الاوفر الرهيبه دي؟ بيحصل فيه هايبربليزيا ويبدا يدب انتو ذا سبميكوزا، مش بينفلتريت، ها؟ ده بينزل من كتر بس الايه البروليفريشن، يعمل دب بالبيزمنت ممبرين بتاعه بكل حاجه، خلاص؟ يعمل سوليد جروبس بنسميها برونز نس، وممكن يحصل فيها سيستيك تشنج زي دي وزي دي وزي دي برضو، الثلاث فتحات البيت دول، اوكي؟ دول اللي هم ايه؟ يبقوا اسمهم سيستايتس سيستيك، اوكي؟ يعني اتفقنا 100 مره انه لو جت الصوره دي بس احنا هنوصف كله برضو، خلاص؟ لكن يعني في احيان كتير هيجيب لك الاثنين عشان يسالك اصلا، بيقول لك ديسكرايب ذا تشينجز في السمولر بيكتشر، ساعتها هتكتب لي في اجابه السؤال ده ايه؟ هتكتب لي الباراجراف ده ان اليوروسيليوم فيه هايبربليزيا، اوكي، وده ادى الى برونزنس اللي هو سوليدنس، وسيستايتس سيستيكا اللي هي فيها سنترال سيستيك ديجنريشن. تمام؟ بس كده، فده كده كان الاخير عندنا من بتوع البلهارزيزس، اوكي، سيكشن في اليورينري بلادر شوينج بالهارزيا الاوفا سراوند باي بالهارزيا الرياكشن. احبك تكتب لي الكلام ده اكتر حاجه في السبميكوزا. طب افرض انا هنسى يا دكتور، مش هتنسى تكتب الباراجراف ده، لان الصوره دي هتفكرك، هتقول هما جايبين دي ليه؟ علشان اكتب ان اليوروثيليوم فيها هايبربليزيا وفيها ايه برونزنس وسيستايتس سيستيكا، خلاص؟
ادي الاربعه بالهرزيسس اللي عندنا كده خلصنا، مفيش بالهرزيسس تاني. اوكي تعالى افكرك، دي كانت في الكولون وما بنكتبش فيها اي حاجه غير سكشن في الكولون شوينج الهرزي الاوفا سراوند بالهرزي الرياكشن، مفيش حاجه تانية. خلاص وعرفنا خلاص الاوفا بتتوصف ازاي والرياكشن ازاي. ده بوليب، بوليب يبقى كور وكفرنج. الكلام بقى بتاع بالهرزي الاوفا والهرزي الرياكشن ده كله بنكتبه فين؟ في الكور، والكفرنج هايبر بلاستيك او بروليفريتد كولونيك جلاندز. تمام، ده كان مين؟ ده كان بالهرزيال بريبورتال فايبروزس. الكلام حصل فين؟ في البورتال تراكت. اجي البورتال تراكت اكتب بالهرزيال اوفا بالهرزيال رياكشن، وهزود بس كلمه النيولي فورمد فيسلز او اللي هم الانجيوماتويدز يعني والايه والبروليفريتد بايل دوكس ده هنا. تمام، اما هنا هنكتب برضو نفس الكلام بالهرزيال اوفا بالهرزيال رياكشن مينلي فين؟ في السب ميكوزا. اوكي وما تنساش موضوع اليوروسيليالي تشينجز بقى اللي هو البرونز نس والسيستايتس سيستيكا. اوكي سؤال مهم، الدعه دي بري كانسرس ديفينتلي؟ يبقى ده سؤال مهم قوي. لو اتسالنا على دي او دي ده بري كانسرس؟ لا. اوكي لكن لو دي طبعا في اليورينري بلادر، ودي برضو على فكره مش بريكانسرس. في حاجه هنا انا وانا بوصف دلوقتي نسيت اقولها مهم قوي قوي قوي، قلت لك بنزعل لما حد ما بيكتبهاش، انه الليفر سيلز نفسهم مالهم؟ نورمال. تمام، ما دول كده عندنا الايه الاربعه بالهرزيزس. هنا ما بنزودش حاجه، هنا كور وكفرنج، والكفرنج عباره عن بروليفريتد او هايبر بلاستيك جلاندز. هنا برضو الهايبر بليزيا في اليوروسيليا، وما تنساش قصه السب ميكوزا. هنا نورمال هيباتوسايت، وكمان اللي هي الايه البروليفريتد بايل دوكتس والانجيوماتوكس. السلايد الثانية عندنا في اليورينري بلادر هي الترانزيشنال سيل كارسينوما، او اللي هو بيبقى بابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما. ده ايه؟ ده مالجنان تيومر طالع من على من اليوروسيليوم او من الترانزيشنال يعني ابيثيليوم. في الاول بياخد شكل بابيلي، وبعدين بيبدا ينفيد تحت ايه في اللامينا بروبريا بقى تحت، وينزل يعني في السب ميكوزا وكده. تمام، طيب ده بقى انا بسميه بابيلاري مالجنان تيومر. احنا على فكره عندنا اتنين بابيلاري مالجنان تيومر. اوكي انا شايفه ان هم يتوصفوا وصفه بابيلي اللي هو كور وكفرنج. عايز على فكره توصفهم مالجنان تيومر هعملهم لك برضو عشان ما تقلقش يعني. بس يعني انا شايفه ان انتوا بتحبوا موضوع البابيلاري ده، فهو ايه هو سكشن في اليورينري بلادر شوينج بابيلاري مالجنان تيومر، متكون من ايه؟ من كور وكفرنج. الكور فايبروفاسكولار تيشو، والكفرنج ترانزيشنال ابيثيليوم. ما ننساش فيه ايه فيتشرز اوف مالجنانس، عندنا ده كده اللي هو ترانزيشنال سيل كارسينوما البابيلاري، وعندنا حاجه اسمها بابيلاري ثايرويد كارسينوما ان شاء الله هنجي لها في اخر فيديو. تمام، يبقى هو عباره عن مالجنانت تيومر واخد شكل البابيلي، كور وكفرنج. الكور فايبروفاسكولار تيشو، والكفرنج عباره عن ايه يوروسيليوم ترانزيشنال ابيثيليوم او يوروسيليوم. في فيتشرز اوف مالجنانس، عايز توصفه مالجنانت تيومر هتقول ان في برضو سكشن في اليورينري بلادر فيها انفلتريشن بمالجنانت تيومر، ترصيصه الخلايا بابيلي، وشكل الخلايا ترانزيشنال وفيها فيتشرز اوف مالجنانس. فهي كده او كده هي واحده. اوكي بس انا بحب كل ما هو بابيلري او بوليب بحبكم تعملوه زي ما قلنا في الادينوماتس بوليب برضو، خليكم دايما ايه في قصة الكور والكفرنج. ماشي، تاني سكشن في اليورينري بلادر شوينج ا بابيلاري مالجنانت تيومر، ده عباره عن ايه؟ عباره عن كور وكفرنج. الكور فايبروفاسكولار تيشو، والكفرنج عباره عن ترانزيشنال ابيثيليوم في فيتشرز اوف مالجنانسي بقى اللي هي البليمورفيزم والهايبركروميزيا والميتوزس والنيوكلولي والكلام ده كله. البيهيفير بتاعه هو مالجنانت. انذر تو تايبس اوف مالجنانت تيومر في ذيس سايت، سؤال شويه نظري بس يعني جه في العهد القديم شويه. اوكي هيبقى سكويمس سيل كارسينوما وادينو كارسينوما. لو تفتكروا احنا قلنا انه اليوروسيليال كارسينوما بيجي فيها ايه الثلاثه، ترانزيشنال وسكويمس وادينو. ليه؟ لان قلنا ان الترانزيشنال ابيثيليوم ده اكتر ابيثيليوم مجنون هوبا كده في جسمنا، بيحب جدا يعمل ميتابليزيا، ولما يعمل ميتابليزيا هيطلع منه نوع تيومر مختلف، سكويمس سيل كارسينوما او ادينو كارسينوما. خلاص دي عندنا تيجي داتا شو وتيجي كلاس سلايد، وهي الوحيده البابيلاري في السيستم ده. ماشي، بابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما. يبقى انا كده خدت ايه؟ خدت في الكدني اربعه، اتنين مش تيومر بنذاكرهم سوا، واتنين تيومر. وبعدين في التستس واحده اللي هي السيمينوما الاخت يعني المطابقه للرينال سيل كارسينوما، مفيش غير فرق واحد بس في الوصف. تمام، وبعدين ده كده التستس، وبعدين خدنا في اليورينري بلادر اتنين بالهرزيزس ماشي بالاوفا بتاعتها، والبابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما او بابيلاري مالجنان تيومر ده اللي هو كور وكفرنج زيه زي اي بابيلاري تيومر. بس حتى لو عايز توصفه استامبت مالجنانسي هيطلع معاك صح برضه. ماشي، بس يعني ما تتعبش نفسك يعني.
تمام. البيهيفير بتاعه مالينجنت، اذر تو تايبس سؤال قديم عشان بس البانيك، ولكن كان هيبقى اجابته سكويما سيل كارسينوما وادينو كارسينوما. تمام. اخر سلايد بقى عندنا في السيستم اللي هو بروستاتيك هايبربليزيا، ودي الظريف فيها هي تيجي تدا شو تيجي جلاس سلايد. الظريف فيها ان هي الوحيده اللي جلانز في السيستم كله. يعني هقول لك لو انت دخلت على سيستم جينيتو يورينري وبصيت لقيت جلاندات ملهاش حل تاني، هي دي هحط لك اول واحده اصلا في السكيم بتاعنا، هي دي البروستاتيك ايه هايبربليزيا. طيب بتقولي بقى كوصف بروستاتيك هايبربليزيا دي واحده من الجلاندولار هايبربليزيا. اه ده اول مره نستخدم السكيما دي. تعالى كده افكرك كنا بنقول فيها ايه. كنت بقول ان الجلاندز انكريزد في النمبر هايبربليزيا، فاريبل في الشيب والسايز، تمام، لايند باي، وهنا بقى نقف كده كده هنكتب كولامنر سيلز. بس لو احنا اكزوكراين يبقى لازم اقول دبل لاير، خلاص، اللي هو ايه اللي هو انر كولامنر واوتر فلات. طب دي اكزوكراين اي البروستيت اكزوكراين والبريست اكزوكراين، لكن عندنا بقى في واحده اندوكراين اللي هي الثايرويد لما نجي لها ان شاء الله، وفي واحده جلاندولار ميكوزا اللي هي الاندوميتريال هايبربليز. تمام. يبقى تاني الجلاندز انكريزد ان نمبر فاريبل في الشيب والسايز، اوكي، ولايند باي، هنا هقول دبل سيل لاير او تو سيل لاير اللي هو الكولامنر والفلات، ماشي. اللايرز دي انكريزد، وممكن من كتر ما احنا عمالين بروليفريت ومش لاقيين مكان نروح ونرمي نفسنا في اليومن اس بابيلي. شايف دي؟ استنى اهو، شايفين دي بابيلايا، اوكي، شايفين هنا داخله وخارجه داخله وخارجه داخله وخارجه داخله وخارجه داخله. شوف هنا الجلندايه دي فيها بتاع خمسه بابيلي، اوكي، شايفين الثلاثه دول اللي جنب بعض دول اهم اللي رامين نفسهم في اليومن دول، اوكي. دي اوضح واحده طبعا، اوضح اكزامبل للبابيل، يعني هم لما بييجوا يسالوا بيسالوا عن دي، خلاص. طيب وساعات الجلاندات دي من كتر الاسترتش بتبقى فلات، بتبقى يعني سيستك دايليتد يعني قصدي، وفلات لايننج، يبقى ما نتلخبطش. ثواني، هم فاريبل في السايز والشيب، ولايند باي كولامنر انر كولامنر واوتر فلات سيلز اللي ممكن يبقوا انكريزد وممكن يعملوا بابيل، ماشي، حلو. لكن بعض الفورمز ممكن يبقوا دايليتد سيستك يعني كده دايليتد، اوكي، واللايننج بتاعتهم سام هاو ايه فلاتند، ماشي. طيب يبقى لنا ايه تاني؟ يبقى لنا الاستروما، ده كل ده في الاسطمبه. الاستروما هنا اخبارها ايه؟ فايبروماسكولار وانكريزد. ما تنساش على فكره ان البروستاتيك هايبربليزيا دي كان فيها بروليفريشن للاثنين، اسيناي وستروما. ما قلنا فاريبل كومبوننتس من الاسيناي والاستروما، والاقي بتعمل لي نوديولز، بعض النوديولز تبقى جلانز اكتر، بعضهم تبقى استروما اكتر، في بعضهم بيبقى ميكس من الاثنين، فبرضه هنا الاستروما زايده. ده كل اللي انا قلته ده ضمن الاسطمبه بتاعتي. تعالى انا افكر اقولها كمان اخر مره ونزود ايه الحاجه بس اللي هنزودها واحدة. انا عندي سيكشن في البروستات showing proliferation of both glands and stroma. الجلانز increased في النمبر، variable في size والشيب، lined by two cell layer columnar وايه وفلات، which are increased يعني ممكن يبقوا multiple يعني، وممكن يعملوا papillary projections. some forms دي جملة لوحدها، some forms are dilated with flattened lining. اللي بعدين كده خلصنا وصف الجلانز، الاستروما انكريزد وفايبروماسكولار. يبقى لي حاجه مهمه جدا الحقيقه محتاج تزودها هنا، ان اليومن فيه كوربورا اميليشيال بتاع اللي هو الايه، بتفكرني شبه الهايلاين كاست اللي احنا كنا لسه بنحكي عنها فين في الرينال تيوبولز، اوكي، هي عباره عن سيكريشنز كده يعني كونسنتريتد ريتيند يعني وكونسنتريتد وعاملين وات وي كول كوربورا اميليشي، خلاص. دي مين؟ دي البروستات، ودي اول واحده من بتوع الجلاندولار هايبربليزيا. من ويتش تايب؟ الاكزوكراين. بيفرق ايه يعني كلمه اكزوكراين دي؟ وكبها لنا كده عشان تكتب ان هم تو سيل لاير، مهمه قوي. المالجنسي بتبقى وان سيل لاير، فدي اللي احنا بنعرف نفرق ما بينها وما بين البناين والمالجنسي يعني، تمام. طيب تعالى نقول الاروز الحمر دي ودي، دول عباره عن بابيلي. طيب الصفر بقى اللي على الماتيريال دي، اوكي، دول اللي هم مين؟ الكوربورا اميليشن. في كتير اهو، دي ودي ودول، اوكي، دول الايه الصفر اللي في اليومن دول، يبقى دول مين؟ الكوربورا اميليش. از ليشن نيو بلاستيك؟ لا طبعا ده هايبربليز، خلاص. ادي كده كانت اخر واحده عندنا. يبقى انا كده خدت اربعه كيدني، واحده تيستس، واحده بروستات، اثنين يورينري بلاتر. تعال نرجع. اول حاجه دول الاثنين بتوع الكيدني اللي هم مش تيومر، اوكي، دي اند ستيج كيدني او اللي هو كرونيك جلوميرولونيفرايتس، ودي الاميليدوزس. يعني يميزهم انه السكشن كله نفس المنطقه، مفيش نص ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا اي حاجه. طيب الاند ستيج كيدني بنتكلم فيها على اربعه كومبوننتس، جلوميرولاي، تيبيولز، انترستيشيوم وارتريولز. الجلوميرولاي مالها؟ فايبروز. التيبيولز مالها؟ اتروفيك وفيها كوستس.
الانترستيشيوم كرونيك انفلاميشن لينفوسايتس وبلازما سيلز وماكروفاج وفايبروزس. طيب والارتريول سكند عشان اندرترايتس اوبيترنس. تمام. طيب دي برضو بنتكلم على نفس الحاجات بس تعالى نكتب الكلام بطريقه اظرف. الاميليدوزس هو هوموجينس بينك ماتيريال ديبوزيتد فين؟ في البيزمنت ميمبرينز اوف، نحط كده نقطتين فوق بعض. الشرطه الاولانيه الجلوميرولاي كاتب لك بارشلي اور توتالي ريبليس ذا باي الاميلويد. تمام. الشرطه اللي تحتيها التيبيولز وهيبقى فيها برضو البومين كوس او هايلاين كوس او كوس. خلاص. طيب الحاجه الثالثه اللي هي الارتريولز برضو هتبقى سكند زيها زي ده. مش هنتكلم على الانترستيشن، مفيش حاجه اسمها بيزمنت ميمبرين اوف ذا انترستيشن. اعتقد انه اولزون ان هم يعني فيهم حاجات شبه بعض ان انتم مش هتتلخبطوا فيهم. الالوان اعتقد يعني سترايكينج صح، حتى الولاد اللي هم بالنسبه لهم الالوان احمر واصفر واخضر هيحسوا ان دي برايت كده من مش من يعني كده برايت ودي دل صح ولا ايه؟ طيب فدول ايه؟ دول الاثنين الكيدني اللي مش تيومر. ماشي. طيب اثنين بقى كيدني تيومر نصين، شايف نص نورمال كيدني نص تيومر، نص نورمال كيدني نص تيومر. ماشي. دي مين الفاتح؟ الفاتح ده مين؟ ده الرينال سيل كارسينوما. ماشي. هقول ستامبت مالجنانسي عادي، سيكشن في الكيدني فيها انفلتريشن بمالجنانت تيومر. المالجنانت تيومر ده عباره عن ايه؟ الترصيصه والخلايا. الترصيصه جروبز سيبريتد باي ديليكت فايبروفاسكولار ستروما، شايفين الخطوط الرفيعه اللي ماشيه كده؟ هي دي الديليكت فايبروفاسكولار ستروما. مش مهم، سيبريتد باي ديليكت فايبروفاسكولار ستروما. الخلايا بقى راوندد او بوليجنال، فيها اباندنت كلير سيتوبلازم. ليه؟ علشان الجلايكوجين والليبيد ويتش ديزولف ديورينج ذا بريبريشن. والنيوكليول فيها فيتشرز اوف ايه؟ مالجنانسي. تمام. اما دي للاسف دي الوحيده اللي انا مش هقدر امشيها على الاسطمبه، فيري كاركترستيك وليها قصه مختلفه، اللي هي ان هي بثري كومبوننتس، بلاستيمال كومبوننت، ابيثيليال كومبوننت، وميزينكايمال كومبوننت. البلاستيمال كومبوننت شكلهم يبقى يرينج من الراوند المدور للاوفل للمنطوط اكتر اللي هو السبتل. اوكي. وكلهم ديبلي ستيند يعني غامقين. تمام. الابيثيليوم imperfectly formed tubules و glomeruli. الميزينكايم بعيد، نشطح نروح بقى فين؟ نروح ان هي اما حاجه undifferentiated خالص يا اما differentiated into striated muscle, smooth muscle, bone, cartilage، اي حاجه. خلاص. whatever انت شايف قدامك ايه في الشريحه سواء في الداتا شو او في السلايد هنوصف الثلاثه حبيبي. انا بقول لك مش هتلاقي ميزينكايم بس احنا هنوصف الثلاثه. تمام. طيب اخت بقى مين الرينال سيل كارسينوما؟ هيبقى ايه؟ السيمينوما. شبهها جدا في الوصف، سيكشن في التستس شوينج انفلتريشن بماليجنانت تيومر فورمد اوف جروبس اوف بوليهيدرال او راوندد سيلز ويز اباندنت كلير سيتوبلازم ديو تو ذا بريزنس اوف جلايكوجين اند ليبيد ويتش ديزولفد ديورينج ذا بريباريشن والنيوكليوي فيها فيتشرز اوف مالجنسي. لغايه دلوقتي ما غيرتش غير كلمه تستس بدل كلمه ايه؟ بدل كلمه كيدني. الحاجة الوحيدة اللي هغيرها ان الاستروما هنا ريتش ان ليمفوسايتس، اما الاستروما هناك كانت ديليكت فايبروفاسكولار. الليمفوسايتس دي اشهر سؤال بيتسأل على السيمينوما، بيهيفير بتاعها مالجنان طبعا. تمام. اوكي. الاثنين بقى بتوع اليورينري بلادر، اول واحدة دي بابيلاري مالجنانت تيومر ترانزيشنال سيل كارسينوما، ده الشكل البابيل. يبقى كور وكفرنج، الكور فايبروفاسكولار تيشو والكفرنج ترانزيشنال سيلز. مالها دي؟ كارسينوما فيها فيتشرز اوف مالجنس. تمام. طيب اما دي مين؟ بالهرزيزس، بالهرزيال اوفا سراوندد باي بالهرزيال رياكشن. ونوصف الاوفا بالثلاث الوان بتوعها والرياكشن بكل اللي فيه. الكلام ده اكتر حاجه فين؟ في السبميكوزا. ومعاه الصوره دي هتفكرني ان انا هحكي على اليوروثيليوم انه في هايبربليزيا، في هنا حاجتين السوليد دول برونز نست اوكي، والسيستيك دول اللي فيهم فتحات في النص سيستايتس سيستيكا. اوكي. دول كده ايه؟ بتوع اليورينري بلادر سواء بابيلي او اوفا. هيبقى لنا الوحيده اللي فيها جلانس في هذا السيستم اللي هي البروستاتيك هايبربليزيا، ودي بنديها استنبط جلانجولار هايبربليزيا من النوع الاكزوكراين. اللي هي ايه جلانجولار هايبربليزيا دي؟ الجلانز فاريبل في السايز والشيب وطبعا انكريزد في النمبر ولايند باي، هنا هقول تو سيل لاير لان احنا اكزوكراين، ويتش مي بي انكريزد وفورم بابيلي زي دي كده. اوكي. وسام فورمز ار دايليتد ويز فلات، اللايننج بتاعتهم كومبريسد وفلات. اوكي. والستروما فايبروماسكولار كده، ده كله تبع الايه؟ الانكريز فايبروماسكولار ستروما كده، ده كله تبع الايه؟ تبع الاسطمبه. الحاجه الوحيده اللي هزودها هنا يعني كاركترستيك للموضوع هو الكوربورا اميليشيا البينك ماتيريال دي، وبييجوا يسالوا عليها، يعني بيسالوا على دي وبيسالوا على دي، الاثنين اتسال عليهم قبل كده. اوكي. وطبعا ايز لينجر نيوبلاستيك. لا دي كده ايه؟ اسطمبه الداتا شو. يعني زي ما قلنا الداتا شو مش مهمه قوي اسطمبتها، بحس ان الدنيا هنا مميزه. ايه اللي ممكن تتلخبط فيه ما بين دول ودول؟ يعني يمكن دول الالوان
هل حد ممكن يتلخبط بين دول ودول عشان فاتحين؟ بس انا شايفه هنا السكشن واضح ان هو نصين، تمام، فما فيش مجال للخبطه بصراحه. اللي مهم بقى السكيم بتاع الايه الجلوس سلايد ده، من السيستمز اللي تعتبر كبيره. احنا عندنا خمسه يعني طبعا الجي اي تي اكبر، بس الجي اي تي اصلا له نصيب الاسد في كل حاجه. طيب ده احنا عندنا خمسه سلايدز. تعال نشوف اول حاجه عندي. لو انا لقيت جلاندات والسيستيك فورمز اتاكد كده ده مش في ميل. انتوا متاكدين ان ده مش في ميل؟ اهو مش في ميل، ده يوروجينت، يبقى بناين بروستاتيك هايبركلوز على طول، تمام. طيب لقيت بابيلي صوابع، اوكي، يبقى دي مين؟ اللي هي الترانزيشنال سيل كارسينوم. يبقى واحد ادور على الجلاندات، مفيش، يبقى ادور على الصوابع. بتبقى باينين يا اما صوابع كده مطوله يا اما ايه مقطوعين بالعرض فبيبقوا دوائر، وهوريك المناظر دلوقتي. اوكي مفيش لا ده ولا ده. طيب هل هنا في نورمال كيدني؟ ابص لو لقيت نورمال كيدني اوكي. طيب السكشن بقى يبقى نورمال كيدني ونص تاني جنبي تيومر. لو اللي حواليه ده فاتح بيل تبقى رينال سيل كارسينوما، لو اللي معاه ده غامق بلو تبقى ويلمس تيومر. يبقى تاني جلاندات والسيستيك فورمز دي كده الايه الهايبربلي بلاين بروستاتيك هايبربليز. البابيلي الصوابع اوكي، ولما تتقطع بالطول تبقى اصبع، ولما تتقطع بالعرض تبقى دايره، دي ترانزيشنال سيل كارسينوما، تمام. لا لقيت حته كيدني نورمال، طيب ابص على اللي جنبها بقى، هل هي معاها اللي جنبها ده بيل فاتح رينال سيل كارسينوما ولا غامق اللي هو الويلمس تيومر، تمام. مفيش كل ده تبقى البلهارزيزز. وزي ما قلت لك البلهارزيزز هنا مش صعبه زي الجي اي تي، الجي اي تي بتبقى رخمه شويه، لكن دي بصراحه بيبقوا كتير، فهتبقى البلهارزيال سيستاتس. ده الايه ده السكيم بتاعي او وجهه نظري انا ناحيه الايه جلوس سلايد. طبعا ان فيل فري تو ايديت يعني لو انت في حاجه بالنسبه لك، بس هو يعني عامه هو مش سيستم رخم في التعريف بتاعه ان انت تعرف يعني. اوكي ناخد شويه اكزامبلز. اول حاجه عندنا لقيت جلاندات اهي، في اي شك او اي لخبطه في ان احنا دي جلاندات اهي، تبقى دي البروستاتيك ايه هايبربليز، او عايز تلخبطها مع ايه مفيش خلاص، فدي البروستاتيك هايبربليز ماشي. طيب لقيت صوابع اهو، صوابع اهي بالطول اهي، صوابع بالطول، صوابع بالطول، صوابع بالطول، اوكي. دي على فكره صوابع برضو، انا بس بص يعني عايزه اوريك ايه الستيننج باترنز، يعني شوف هنا ده غامق ازاي وده فاتح او يعني مش فاتح احمر، فده بيختلف من ستيننج من ايه من شريحه لشريحه، فما تقفلش دماغك على لون معين خالص، لكن هم باينين ان هم ايه صوابع، فدي تبقى مين الترانزيشنال سيل كارسينوم. شايفين اهو مثلا دي صوابع اهي، دي صوابع اهي، اللي هم اللي هنا دول هم اللي شويه مقطوعين ايه بالعرض ماشي. طيب نصين بقى، لقيت بص دي حته كدني اهي، دي الجلوميرولاي فيها اهي، ودي حته كدني خلاص. هي مش باينه هنا الصراحه في الصوره، بس يعني يعني اكيد لو دخلنا في الصوره جوه شويه هنلاقي هنا ايه اكيد في جلوميرولاي، تمام. جنبيهم ايه بقى تيومر. ها هل انت ممكن تحس ان ده فاتح؟ ده غامق خالص، هنا البلاستمال سيلز هي الاكتر، اوكي. وهنا برضو ده على فكره يعتبر غامق، ولما اوريك رينا سيل كارسينوما هتفهم قصدي، اوكي. هنا الديفرنشيشن اكتر ناحيه التيوبولز، مش هتفرق معاك احنا كده ولا كده، احنا بنعرفه وبعدين بنرص الثلاثه ايه كومبوننتس بتاعتنا البلاستمال والابيثيليال والميزنكايل، تمام. يبقى جزء كدني اهو عرفته من الجلوميرولاي، ولقيت جنبيه تيومر غامق وده برضو غامق. بص الثاني شايفين الاحساس بتاع الفاتح اللي فيه كده، اوكي. هنا الديليكت فايبروفاسكولار ستروما حلوه جدا والله، باينه جدا، اوكي. طيب وهنا اهو برضه، فده تيومر هنا مش مديك الاحساس اللون الازرق الفاتح خلاص، دي مين؟ دي الرينال سيل اي كارسينوما، تمام. وده اللي هو بقى البلهارز الاوفا، شايفين كميه الاوفا في الصب ميكوزا بالهبل، ده المصل، والصب ميكوزا هنا اهي بالهبل الاوفا، وهنا برضو اهو ده السيرفس ابيثيليوم، ودي المصل، ودي الاوفا ماليه كل الاسود اللي عندنا ده. عشان كده دايما نقول له لما نيجي ان شاء الله للجورز هتلاقيني كله عمال اقول لك في ساندي باتش ساندي باتش ساندي باتش، علشان في اليورينري الاوفا بتبقى كتيره كده بالمنظر ده، فبتعمل فعلا منظر ايه الساندي باتش. اوكي ادي كده الجلاس سلايدز اللي عندنا في سيستم الجينيتو يورينري. نبدا الاول بدي، شايفين الجلاندات خلاص تبقى بنايم بروستاتيك هايبربليزيا، صوابع تبقى بابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما، حته نورمال كدني ابص جنبها هل الدنيا غامقه، يبقى دي نيفروبلاستوما او رينال او سوري نيفروبلاستوما او ويلمس تيومر، ولا الدنيا فاتحه تبقى دي اللي هي الرينال سيل كارسينوما، تمام. طيب ما فيش كل ده هتبقى ايه البلهارزيا الاوفا. بصراحه يعني هنا مش قادره اقول لك حتى باي اكسكلوجن، لان حقيقه هي هتشد عينك ما تقلقش يعني. خلاص ده كده كان السيستم بتاع الكيدني والميل واليورينري.
كداتا شو وجلاس سلايد. السيستم التاني بقى اللي هنشرحه في الفيديو ده هو الفيميل اند بريست. هو سيستم مش طويل وظريف ومطيع جدا، لانه كله ماشي تقريبا على التجميعات بتاعتنا او اللي هي الاستنباط بتاعتنا، يمكن ما عدا سلايد واحده بس. لكن هو برضو تقيل في الجلاس سلايد، هو كله يجي داتا شو وجلاس سلايد ما عدا واحده بس، سلايد واحده بس اللي هي الدكتور كارسنوما انسايت، وهي دي اللي داتا شو اونلي. تعالوا كده ايه نمشي عليهم واحده واحده. اول حاجه عندنا هي الليوميوما، وده ايه؟ ده بيناين تيومر اوف ذا سموث ماسل. ليو مايو يعني سموث ماسل، واوما يعني بيناين تيومر، وده هو اشهر بيناين تيومر في الفيميل جينيتال تراكت، او اشهر تيومر يعني في الفيميل جينيتال تراكت، لان هو بيطلع الموست كومن سايت ليه هو في طالع من السموث ماسل بتاعه المايوميتري. طيب احنا نديله استنبط بيناين تيومر. اوكي، ايه هي بقى استنبط بيناين تيومر؟ اول حاجه كابسوليتد ولا لا؟ وده اول واحد من البيناين تيومرز هقول لك لا هو نون كابسوليتد. ليه؟ مالجننت يعني؟ طب لوكالي مالجننت طيب ولا ماله؟ لا لا، هو بيناين تماما، ولا مالجننت ولا لوكالي مالجننت ولا اي حاجه، ولكنه مش بيعرف يعمل ترو فايبرس تيشو كبسول حواليه، بيبقى سودو كابسوليتد يعني حواليه بس كومبريسد سموث ماسل. تمام، يبقى اول حاجه عندنا ان هو نون كابسوليتد. ولو عايز تكتب سودو كبسول اوكي، لكن حتى كلمه نون كبسوليتد يعني تمام يعني. تمام، طيب ترسيست الخلايا مهمه قوي قوي عندي. كلمه انترليسنج باندلز، احنا متفقين الاسطمبه بتاعه البيناين تيومر كبسوليتد ولا لا، ترسيست الخلايا، شكل الخلايا والاستروما ما بينهم. تمام، طيب فقلنا بالنسبه للكبسول هي نون كبسوليتد او سودو كبسوليتد. طيب ترسيست الخلايا انترليسنج باندلز، يعني انترليسنج يعني متبادله، متداخله، سوري متداخله. ادينا كده يعني فاهمين ازاي؟ يعني بصوا مثلا الباندل دي ماشيه اهي بالطول، صح؟ ايه رايكم في دي؟ داخله عليها كده. اوكي، الباندل دي كده اللي من اول هنا لحد هنا، باندل يعني حزمه. اوكي، فالحزمه دي كده اهي داخله عليهم كده، ودي ماشيه كده، وفي باندل على فكره هنا ماشيه برضو بالطول، وفي ناس هنا على فكره ماشيين بالعرض اهم. فايه؟ فهم متداخلين في جميع الاتجاهات، وعشان كده بنقول لك في الكروس لما بنقطع عليهم بتعمل شكل الورلي او الدوامه. يبقى انترليسنج باندلز اوف ايه بقى؟ اوف سموث ماسل سيلز، ده شكل الخلايا. خلاص، في ايه؟ ستروما شكلها ايه؟ فايبرس ستروما. يبقى تاني هو نون كابسوليتد تيومر، ده الكبسول. ترسيست الخلايا انترليسنج باندلز، شكلها ايه؟ الخلايا سموث ماسل سيلز، وفي الاستروما شكلها ايه؟ فايبرس تيشو استروما. صح كده استنبطنا، خلصت. بس احنا محتاجين بس ايه هنا؟ نكتب سطر على السموث ماسل سيل وسطر على الفايبرس استروما. ايه السطر اللي هنكتبه على السموث ماسل سيل؟ ما بيكون سبيندل شيبد سيلز وذ رود شيبد نيوكليس. يعني ايه رود شيبد نيوكليس؟ يعني الحروف بتاعتها بلانت زي السيجار كده، يعني ايه؟ مش تابرد، مش مسحوبه، لا نازله مره واحده، حرف النيوكليوس نازل مره واحده زي شكل السيجار. اوكي، ده على عكس الفايبرس تيشو او الفايبرو بلاس، بتبقى سبيندل شيب سيلز وسبيندل شيب نيوكليوس كمان، النيوكليوس بتاعتها برضو ايه؟ مسحوبه خالص كده، تابرد للانس بتاعتها. اوكي، يبقى انا بقول انه نون كابسوليتد تيومر ترسيست الخلايا انترليسنج باندلز هم عباره عن سموث ماسل سيلز ويذن ا فايبرس تيشو ستروما، كله ماشي على الاسطمبه بتاعتنا اهو. طيب هنكتب بقى سطر على السموث ماسل وسطر على الفايبرس تيشو ستروما. مالها السموث ماسل؟ سبيندل شيبد ويز زينوفيليك سيتوبلازم، السيتوبلازم بتاعها احمر، انا بشرح لك هيستولوجي اوف سموث ماسل هنا في الـ في الـ في, الـ في السطر ده ماشي، وذ رود شيبد نيوكليس. اوكي، انما الفايبرس تيشو ستروما هي عباره عن فايبرو بلاست سبيندل شيبد برضو كسيل وكنيوكليس كمان ايه؟ تابرد. اوكي، هنا مفيش كولاجين عند الماسل فايبرز، لان الماسل فايبرز دي ما بتعملش كولاجين. اوكي، انما اللي بيعمل كولاجين مين؟ الفايبرو بلس، فبيبقى فيه كولاجين فايبرز في وسطهم. ماشي، دي الليوميوما، ودي تيجي عندنا داتا شو وجلاس سلايد. تاني نقولها استنبطنا ايه؟ كبسوليتد ولا لا؟ ترسيست الخلايا، شكل الخلايا، الاستروما، دي الاستامبه بتاعتنا. طيب هي هنا كبسوليتد؟ لا، هي نون كبسوليتد. وبصوا على طول بيحبوا يجيبوا ايه؟ زيست تيومر كبسوليتد. الاجابه هنا نو no. عشان ما تقول لي يعني سودو كابسوليتد دي يعني ايه؟ لا، الاجابه از تيومر كابسوليتد نو، دي كده خدت الدرجه. عايز تكتب بين قوسين سودو كابسول، هنحبك اكتر واكتر، نحس ان انت فاهم. تمام، طيب يبقى نون كابسوليتد وعباره عن انترليسنج باندلز اوف
سموث ماسل سيلز دي شكل الخلايا within a fibrous tissue stroom. يلا نكتب سطر على سموث ماسل، هي سبيندل شيب سيل يعني هي خليه مطوله كده اوكي، والنيوكليس بتاعتها رود شيبد، الانز بتاعتها من يعني الانز بتوع الناحيتين كده بلانت نازلين مره واحده مش مسحوبين مش تابرد اوكي. طيب والفايبرس تيشو ستروما سبيندل شيبد برده فايبروبلاس بس ويز سبيندل شيبد نيوكليس، الخليه مسحوبه والنيوكليس جواها مسحوب. الكولاجين موجود فين؟ موجود في الفايبرس تيشو ستروما. تمام ده مين؟ ده اول واحد عندنا اللي هو الليومايوما. تاني سلايد بقى عندنا اللي هي سيستيك اندوميتريال هايبربليزيا او اللي هي يعني اندوميتريال هايبربليزيا، هو اسم سيستيك ده قديم يعني لما كنا نحب نقول يعني ان الاندوميتريال هايبربليزيا عامله سيستات فايه كنا بنسميه سيستيك اندوميتريال هايبربليزيا، لكن الحقيقه هتلاقي في كتاب النظري بتاعك ما فيش الكلام ده، هي اسمها اندوميتريال هايبربليزيا وخلاص. ولو انه انا احبك تحتفظ باسم سيستيك عشان تبقى فاكر ان ده واحد من التو ليجنز في الفيميل اللي فيه سيس، هيبقى عندنا سيستيك اندوميتريال هايبربليزيا والسلايد الجايه اللي هي فايبروسيستيك ديزيز، عشان لما اقول لك في الاسطمبات احنا دول الاثنين اللي فيهم سيستات اوكي هم من الاسم اهو، حتى لو نسيت الاسطمبه انت عارف ان في سيستيك اندوميتريال هايبربليزيا وفايبروسيستيك ايه ديزيز. طيب دي عباره عن ايه؟ عباره عن جلاندولار هايبربليزيا، ده الاكزامبل الثاني ليه عندنا الجلاندولار هايبربليزيا. ليه؟ هي دي جلاندز دي جلاندولار ميكوزا اللي هو الاندوميتريوم، يعني ميكوزا اللي هو الانر لايننج بتاع اليوترس لايند بي ايه جلاندولار ابيثيليوم، فهي جلاندولار ميكوزا. تمام طيب هنقول ايه بقى ايه اسطمبه الجلاندولار هايبربليزيا؟ هي increase في number of glands variable في size والshape lined by columnar cells. هنا هقول double layer، لا دي مش exocrine gland يبقى columnar cells وخلصنا. ممكن تعمل multiple layers، ممكن ترمي نفسها اسبابيلي، انا لسه بحكي اسطمبه ما قلتش حاجه خلاص، وممكن في بعض منهم يبقوا cystically dilated ومن كتر cystic dilatation lining يبقى flattened اوكي، وبعدين بنعلق على الاستروما. دي الاسطمبه بتاعتنا increase في number وvariable في size والشيب columnar epithelium، والcolumnar epithelium ممكن يعمل multiple layers او papilli، وممكن بعض الجلانس تبقى cystically dilated واللايننج بتاعتها flattened، وبعدين بنتكلم عن الاستروما. تعال نطبق. طيب هقول سيكشن في اندوميتريال، خلي بالك هنا كاتب لك كيراتنج عشان هستخدم الكلمه دي واحنا بنعمل ايه الاسطمبه بتاعتنا. كيراتنج يعني كحت، كحت للانر لايننج بتاع ايه اليوترس، فبيخشوا كده بقاله بتكحت الاندوميتريال لايننج وطبعا بتنزله فتافيت، مش وان سيكشن على بعضه يعني. طيب فاحنا عندنا هنا increase في number of glands variable في size والshape lined by columnar cells عامله multiple layers و papillary processes some are dilated with flattened cells، ما فيهاش كلمه واحده زياده او مختلفه عن الاسطمبه بتاعتنا. الاستروما cellular spindle cells، ليه مهم قوي عندي دي؟ عشان انا عايزاك تبص كويس قوي على شكل الاستروما والازرق اللي انا ماشيه فيه ده اوكي، عشان لما نيجي نفرقها من فايبروسيستيك ديزيز تحت الميكروسكوب الاستروما بتاعه الاندوميتريوم زرقاء ومليانه خلايا سيلولر قوي اوكي، طبيعتها كده ده نورمال، هو النورمال بتاع الاندوميتريوم كده عباره عن جلاندات قاعده في سيلولر سبندرد ستروم اوكي ماشي. فاحفظ لي كده كويس قوي شكل الاستروما الزرقاء الغامقه السيلولر دي عشان لما نيجي نفرق من الفايبروسيستيك ايه ديزيز. الارو هنا بيشاور على ايه؟ بيشاور على cystically dilated endometrial gland، كانوا هم عايزين اجابه كده انه cystically dilated endometrial gland is this lesion neoplastic؟ عيب ده احنا بنقول اهو hyperplasia، يبقى اكيد الاجابه no it's not neoplastic اوكي. stumped glandular hyperplasia ما فيهاش اي حاجه مختلفه، increase في number variability في size columnar cells، وهنا مش هقول double cell layer دي مش exocrine gland، وبعدين multiple layers ال columnar cells دي عاملة multiple layers عاملة papillary projections some are dilated flattened lining و الاستروما cellular و spindle cells، مهمة عندي قوي دي. تمام طيب السيستك التانية اللي هي fibrocystic disease of the breast، ايه بقى fibrocystic disease of the breast؟ ده عبارة عن hyperplasia في البريست under the effect of الاستروجين. حلو يعني هديها stumped glandular hyperplasia، ايوه بالظبط، وهاخد بالي ان دي exocrine gland، هما كده الاثنين الاكزوكراين خلاص خلصوا، البروستات خلصناها وايه وادي البريست ماشي. بيفرق ايه يعني كلمة exocrine؟ اني هقول ان هما at least two cell lining اللي هما الانر cuboidal او columnar، ومن بره ناحية البيزمنت ممبرين بيبقوا ايه flat. تمام طيب بص بقى تعالى كده نقول استنبطنا وبعدين هخليك تظبط حاجه. استنبطك كنت هتقولي ان في increase the number of the acinoi او الجلانس وهما variable في size والشيب ولايند باي تو اور مور لاين سيل لايننج، وممكن تعمل papillary projections وممكن تبقى cystically dilated with flat lining، وهتعلقي على الاستروما صح؟ طيب احنا فعلا هنكتب كده
بس هنعنونهم ليه؟ عشان احنا طول عمره في الباثولوجي وفي الجراحه وفي الدنيا كلها الفايبروسيستيك ديزيز بتوصف بالعناوين دي، فاحنا مش عايزين ايه نبوظ النظام. فهقول increase the number of the adenoi بين قوسين، او يعني عنوان زي ما انا عامله كده adenosis lined by two or more layers which may form papillary projections، واحط عنوان ايه epitheliosis. في some are cystically dilated with flat lining، واحط عنوان ايه cyst formation. واللي surrounding stroma فيها fibrosis رحنا حطيناها ايه عنوان هي كمان لوحدها. هيبقى لك حاجه محتاج تذاكرها اللي هي اللي انا حطها في بوكس دي، دي ايبوكراين ميتابليزيا. انتوا عارفين ان البريست از موديفايد سويت جلاند، بيبقى واخد الشكل زي الايكراين، لكن ساعات في الفايبروسيستيك ديزيز يعمل ايبوكراين ميتابليزيا، يتحول للشكل اللي هو عندها اباندنت ايزينوفيليك سيتوبلازم احمر كده، اوكي زي مثلا ايه المناظر اللي موجوده هنا شويه، هتلاقوا الدنيا محمريه اكتر كده تمام. فده ايه؟ ده الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. از ذيس ليشن نيوبلاستيك؟ لا، هو نون نيوبلاستيك، ده عباره عن هايبربليزيا. الارو بيشاور على ايه؟ بيشاور على سيست، خلاص بيشاور على سيست. ماشي، ادي كده الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست والمين الاندوميتريال هايبربليزيا. طيب تعالى الاول اراجع الوصف وبعدين هقول لك ازاي هنفرق بينهم ان شاء الله ايه تحت الجلوس سلايد. ماشي، طيب بالنسبه للاندوميتريال هايبربليزيا، هي في انكريز ذا نمبر اوف ذا جلاندز، وهم فاريبل في السايز والشيب، ولايند باي كولومنر سيلز اللي ممكن تبقى مالتيبل لايرز او تعمل بابيلري بروجكشنز، ممكن تبقى سيستيكلي دايليتد ويز فلاتند لايننج مزقوق كومبرست، والسراوندنج ستروما ها سيلولر سبيندل سيلز تمام. طيب هنا increase the number of adenoid variability for size and shape بين قوسين adenosis. They are lined by two or more layers which may form papillary projections. دي مين الepitheliosis. Some are cystically dilated with flat lining زي دي وزي دي وزي دي وزي دي. خلاص دول مين؟ دول اللي هي cyst formation. وهزود الepocrine metaplasia. دي مش من ضمن الاستامبا وسراوندنج استرومال فايبروسس. ده مين؟ ده وصفهم. طيب في تحت الجلاس سلايد الاثنين عندي الاثنين فيهم سيستات اهي وهي وهي بالنسبه للاندوميتريوم، وهي وهي وكل دول، واللي هنا دي برضو بالنسبه للايه الفايبروسيستيك ديزيز. اما هتعرفيهم من بعض ازاي؟ بالستروما. بالستروما انه هنا دي زرقاء وغامقه وسيلولر قوي، اوكي، انما هنا فاتحه وما فيهاش خلايا لونها بينك، يبقى دي بينك لكن دي بلو، بلو ستروما، وهنا بينك ايه ستروما. في تيب ثانيه لو تاخد بالك ان انا تكيت على كلمه ان هو قايل دي اندوميتريال كيراتنج، يعني جايبها حتت، فالمفروض ان هي تبقى بالنيكد اي حتت على ايه على الشريحه، مالتيبل فراجمنتس كده على ايه على الشريحه. فلو انت يعني واقف وان داوت ومش متاكد قوي، يعني موضوع النيكد اي ده ممكن ايه يساعدك. اوكي طيب ادي كده ايه، يبقى احنا كده خلصنا اليوم يوما، ده استامبت بناين تيومر، وخدنا اثنين هايبربليزيا، الاندوميتريال هايبربليزيا والبريست هايبربليزيا اللي بنسميها فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست تمام. طيب هنخش على اثنين بناين تيومرز، هو بتيومر واحد بس له شكلين، اللي هو مين؟ اللي هو فايبرو ادينوما، ده بناين تيومر كومبوزد اوف من اسمه كده فايبروس تيشو ودكتس. طيب بنقسم الفايبرو ادينوما لنوعين، حاجة اسمها بيريكاناليكلر فايبرو أدينوما وإنتراكاناليكلر. إيه الفرق ما بينهم؟ دي اللي هي البيريكاناليكلر، يعني التيومر تقريبا 50-50 كده، جلاندز أو دكتس يعني وستروما 50-50، أوكي، فالدكتات قاعدة مريحة يعني بيتنت اليومن بتاعهم مفتوح، أوكي. طيب فالبيريكاناليكلر بيتنت بي بي، أوكي. طيب اما الانتراكاناليكلر الاستروما هنا شد حيلها وضغطه عامله كومبريشن لايه للاسينوي او للدكتس يعني، فهم كومبريسد جدا جدا وشكلهم زي السليت، شايفين كان شق كده، بس كان شق كده، كان شق. ده مين الشق اللي انا ماشيه فيه؟ ده دكت بتو لايرز بتاعها باليومن، في فتفوته في النص اليومن كده، اوكي، بس هم فيري فيري كومبريسد باي ذا ايه باي ذا ستروما، اوكي، فعاملين زي سليت لايك، اوكي. يبقى دول مفروض ان هم بيتنت ليومن بي بي، اما هنا سليت لايك او كومبريسد ايه ليومن. طب ايه موضوع انتراكاناليكولر ده؟ هو اللي شافها اول مره تهيأ له انه كانه مثلا دي الدكت كده مثلا يعني، ها، والاستروما جواها، فحس كان ان الاستروما هي اللي جوه الكنال جوه الدكت، فسمها انتراكاناليكولر. طبعا اكتشف ان هو غلطان، وطبعا كالعاده ما غيرناش الاسم، عادي احنا ما بنغيرش اسم، خلاص اللي بيتسمى ما بنغيرهوش. ماشي، فدول ايه؟ دول النوعين بتوع الفايبرو ادينوما،
ايه الفرق؟ الفرق ان هنا الاستروما يعني متوسطه، فالدكتات قاعده مريحه، مفيش خنقه ولا كومبريشن ولا حاجه، وهنا ايه لا كومبريسد بصراحه والاستروما زايده. طيب بصوا، اولا في الواقع في شغلي في حياتي انا عمري 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 ما كتبت بيري كاناليكلر او انترا كاناليكلر لسببين اكشولي. انه اولا هي مش بتفرق مع العيانه في اي حاجه في حياتها، اوكي. الحاجه الثانيه اني عمري ما شفت فايبرو ادينوما 100% بيور بيري او 100% بيور انترا. يمكن الانترا ساعات بس مش قوي برضو، ممكن اطلع لك فيها بيتن دكت، اوكي. فالحقيقه في الواقع الموضوع ده ملوش لازمه خلاص التقسيمه دي. طيب عندنا ريجاردنج امتحان العملي تحت الجلاس سلايد، احنا مش طالبين منك ان انت تفرق، هتكتب فايبرو ادينوما وبس، وهفهمك هنوصفها ازاي، اوكي. طيب لكن في الداتا شو هم شايفين ان الصورتين دول مختلفين خالص، صراحه عندهم حق، فمطلوب منك في الداتا شو ان انت ايه تحدد. يعني لما تجيلك دي لا هتنقص لو كتبتها بيري كاناليكلر، دي انترا ودي بيري خلاص. وعندنا برضو على فكره في الجروس في شكلين، وهعلمك تفرق ما بينهم، ومطلوب منك ان انت تفرق ما بينهم في الامتحان، اوكي. لكن الوقت البوزيشن الوحيد اللي مش مطلوب منك تفرق هي بيري ولا انترا هتبقى ايه اللي هي وقت في الجلاس لايت خلاص، مش مطلوب منك تفرق في الجلاس لايت. طيب تعالوا بقى ايه ناخدهم واحده واحده نوصفهم. اول واحده عندي اللي هي البيري كاناليكولر فايبرو ادينوما، ده بيناين تيومر. ايه استنبط البيناين تيومر؟ كابسوليتد ولا لا؟ ترسيست الخلايا، شكل الخلايا، السراوندنج ستروما، صح؟ مش دي الاستنبه؟ طيب كابسوليتد ولا لا؟ كابسوليتد طبعا، دي بيناين تيومر هادي محترم من اللي بيسمعوا الكلام، بيسمع الكلام ايه انت بيناين تيومر تبقى كابسوليت، تمام، مفيش بقى زي الليما يوما ايه والحاجات اللي ما بتعملش كبسول دي، فهو كابسوليتد تيومر. طيب الخلايا مترصصه ازاي؟ مترصصه في داكتس، مالهم الداكتس؟ مدورين او اوفال؟ قصده يقول لك يعني ان هم ليهم ليومن ومفتوح، بيتنت ليومن اهي، ادي دكتويا اهي، وتقدر تقول ان فيها ليومن في النص، حتى في شويه سكريشنز لونها احمر اهي، دكتويا دكتويا، اوكي. فهم راوند او اوفال وسبيتنت ليومن، ماشي. طيب شكل الخلايا ده بيناين تيومر صح، ومن اكزوكراين جلاند صح، يبقى تو لايرز اوف سيلز، انر كيوبويدال او كولامنر اللي هم ناحيه اليومن، واوتر فلات، تمام. يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ترسيست الخلايا دكتس مالهم راوند او اوفال وسبيتنت اليومن، مدوره او اوفال وبيتنت اليومن، واللايننج بتاعتها تو سيل لايرز. ليه؟ لان احنا من اكزوكراين جلاند اللي هو البريست، واحنا بيناين تيومر مش مالجنت، يبقى انر كيبويدال او كولامدر واوتر فلات. طيب الاستروما هنا بيقول لك انها ديليكت فايبرس تيشو، وكلمه ديليكت هنا مهمه علشان هنعكس الكلام ده في الانترا كاناليكولار فايبرو ادينوما، تمام. يبقى عباره عن كابسوليتد تيومر فورمد اوف بروليفريتد دكتس round or oval with patent lumen، ليها two cell layers inner cuboidal و outer flat و delicate fibrous tissue stroma. الارو هنا بيشاور على ايه؟ بيشاور على patent duct، patent duct، عايزين كلمة patent، والbehavior benign طبعا، ماشي. طب الانتراكاناليكلر هقول فيها ايه بقى؟ section encapsulated tumor formed of outer cyst الخلايا ايه duct، بس دول عبارة عن ايه؟ compressed duct وسليت لايك ليومن، يبقى هناك راوند اور اوفال وسبيتند ليومن، هنا كومبريسد دكت وذ سليت لايك ايه ليومن. بقيه الكلام لايند برضو باي تو سيل لايرز انر كيبويدر واوتر فلات. يا شيخه يا دكتور بسنت، انت في السليت دي شايفه تو لايرز الناحيه دي وتو لايرز الناحيه دي، اه يعني خلاص خضرات بقى خضرات، ماشي. والفايبرس تيشو هنا ايه؟ اكسس. مش لازم بقى تقعد تحكي القصه ان جيفنج الفولس امبريشن اللي طلع فولس وخلاص اكسس فايبرس تيشو وخلصنا. الارو هنا بيشاور على ايه؟ بيشاور على كومبريسد دكت، يبقى هناك بيتن دكت، وهنا بيشاور على ايه؟ كومبريسد دكت، والبيهيفير برضو بيناين تيومر، اوكي. طيب يبقى ادي الاثنين اهم، في الاثنين هقول كبسول، في الاثنين هوصف الضغط اللي هو هنا في البيري كاناليكلر راوند اور اوفال، وفي الانترا كاناليكلر كومبريسد. اليومن هنا بيتنت في البيري بيتنت، وفي الانترا كاناليكلر كومبريسد. الاثنين لايند باي دبل سيل لايننج اللي هو انر كيبويدال او كولامنر واوتر فلات، كيبويدال او كولامنر مش هتفرق، والفايبرس تيشو هنا ديليكت وهنا ايه اكسس، تمام. السؤال بقى اوصفها ازاي في الداتا شو في الجلاس سلايد؟ بص يا سيدي هسهلها لك خالص، هنحط الاثنين مع بعض. سيكشن انكابسوليتد تيومر فورمد اوف داكتس
Some are round or oval with patent lumen. Others are compressed with slit-like lumen. خلاص؟ الدكتس عندها double cell lining, inner cuboidal و outer columnar. والستروما شوت fibrous tissue. لا هنقول excess ولا هنقول delicate. خلاص؟ يبقى أنا كده لميت لك الاثنين في description واحد. خلاص؟ طيب ادي كده مين الايه الاثنين بتوع الفايبرو ادينوما. يبقى انا كده خدت اثنين خدت ليوميوما دي لوحدها اصلا بناين تيومر اوف سموث ماسل اللي هي الانترليسنج باندلز اوف سموث ماسل سيلز ويزن فايبرس تيشو ستروما, ونكتب على السموث ماسل سطر وعلى الفايبرس تيشو ايه سطر. تمام؟ طيب ده كان كابسوليتد؟ لا ده كان نون كابسوليتد. وبعدين خدت اثنين هايبربليزيا, اثنين جلاندولار هايبربليزيا, واحده فيهم اكزوكراين اللي هي مين البريست, الاثنين سيستك, سيستك اندوميتريال هايبربليزيا وفايبروسيستك ديزيز اوف ذا بريست. وعرفت هنفرق بينهم ازاي, وهنقول الكلام ده تاني واحنا بنعمل استامبت ايه الجلاس سلايد. حلو؟ وبعدين خدت تيومر له شكلين, هو مش تو تيومرز, اللي هو الفايبرو ادينوما بشكليها اللي هو البيريكاناليكولر والانتراكاناليكولر. عرفنا ايه الفروقات ما بينهم في الوصف لو انا هوصف داتا شو ومطلوب مني اني احدد, وعرفت ازاي يعني ايه نعمل كده توليفه لوصفهم في الجلاس سلايد بحيث ان انت تلم كل الكلام في حاجه واحده. يعني نيجي بقى للانترادكت كارسينوما او اللي هي الكارسينوما دكتور كارسينوما انسايتو, ودي السلايد الوحيده في السيستم ده اللي داتا شو اونلي, ومش هنبقى مش هنعمل لها يعني ملهاش استامب عندنا يعني هنحفظها. اوكي طيب دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن السكشن اللي قدامنا ده فيه كله على بعضه كده جلندايه واحده. اوكي بيفكرني بمين؟ كان في واحد كده في الجي اي تي كان السكشن كله عبارة عن جلندية واحدة وكان لونه أزرق. يا رب يا رب يكون حد افتكر اللي هو مين, اللي هو الاتش بايلوري جاسترايتس. قلنا ساعتها انه كان جيم ساستين وهاي باور وكل اللي كان قدامنا كان عبارة عن جلندية واحدة. هنا برضو دي عبارة عن ايه اللي قدامنا دي كلها عبارة عن ضغطية واحدة. مالها الضغط دي بقى؟ ديستندت. هو بيقولك هنا ضغط بس هي الصراحة مفيش غيرها هي واحدة هي مفيش غيرها. الضغط دي مالها؟ دايليتد وديستندت. ديستندت بايه؟ ديستندت بماليجنانت سيلز اللي هم دول. تمام؟ وفي النص حصل نيكروزس. اوكي لو ترجع كده لانواع الدكتور كارسينوما انسايتو كنا مقسمينها نوع مهم قوي اسمه كوميدوتايب, الخلايا بتاعته هاي جريد وفيها بليمورفيزم والكلام ده بالديفايد بسرعه جدا, فبالتالي بيحصل نيكروزس في السنتر ايه كتير, والنيكروزس ده ممكن يحصل عليه ايه ديستروفيك كالسيفيكيشن. اوكي يبقى احنا كنا بنقسم الدكتور كارسينوما انسايتو انتو كوميدو ونون كوميدو. اوكي الكوميدو دول اللي هم رابيد ديفايدنج شويه فبيبقى فيهم سنترال ايه نيكروزس. تعال اوريك ايه اللي في عشان هنا الايدنتيفيكيشن مهم قوي للاسئله. اول حاجه ده البيزمت ممبرين من بره ماشي, دي كلها زي ما اتفقنا كده الكره اللي قدامنا دي اللي انا بلف حواليها دي ضغطيه واحده عباره عن ايه مالجنانت سيلز. في النص الماتيريال البينك دي الماتيريال البينك كلها دي ايه دي نيكروزس. في نقط زرقاء عليها النقط الزرقاء دي ديستروفيك كالسيفيكيشن. تمام يبقى هقول ايه؟ هقول ان انا عندي دايليتد دكت ديستندد بماليجنانت سيلز, ونوصف الماليجنانت سيلز بليمورفيزم وهايبركروميزيا وميتوزس والكلام ده كله. اوكي طيب وفيها سنترال نيكروزس اللي هو الكوميدو تايب وعليها مايكرو كالسيفيكيشن. اوكي دكت ديستندد بماليجنانت سيلز فيها سنترال نيكروزس وعليها مايكرو ايه كالسيفيكيشن. تمام طيب ايه بقى الاسئله اللي جت هنا؟ اول حاجه شاور لك كده وقال لك ديسكرايب ذي سيلز بس, فهتقول له دي مالجنان سيلز فيها كذا 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 بليمورفيزم وهايبركروميزيا والكلام ده كله. طيب نيم ذا بينك ماتيريال او نيم ذا ماتيريال ديستندنج ذا دكت, هتقول عليها ايه نيكروزس, او لو كتبت كوميتو تايب نيكروزس زي الفل. تمام طيب مره بقى قال ديسكرايب البلو جرانولر ماتيريال اللي هي ايه pointed by the red arrow, فدي هتكتب عليها dystrophic calcification. يبقى هنا ثلاث احتمالات, يا يعني يسألك مين دول يا مين ده يا مين ايه الصغرنانين دول. وزي ما قلت لك زي ما قلت لك مش مرتاح او مش متاكد انه الارو بيشاور على طبعا المالجنسي مش ملخبطانه اصلا بيشاور على النكروزس ولا بيشاور على الكالسيفيكيشن اسال, بس برضه ما تبقاش مستفز. دكتور هو انتوا قصدكم النكروزس ولا الكالسيفيكيشن؟ هتطرد بره خلاص. قول لهم قصدكم كل اللي في الدكت ده ولا الحاجات النقط الصغيره الغامقه, حتى ما تقولش الزرقاء خلاص. وهم ايه بيوضحوا بصراحه جدا, وهم بيقروا السؤال حتى في امتحان الداتا شو, ناس متعاونه عندنا بصراحه خلاص. يبقى ايه الدكت ديستندد ودايليتد بماليجنان سيلز وفيهم فيتشرز اوف ماليجنانسي وفيها سنترال نيكروزس. اوكي اللي هو البينك ده ماشي, وايه عليها مايكرو كالسيفيكيشن خلاص. والأروز هنا مهمة جدا جدا.
حصل بقى انفيجن من الدكت كارسينوما انسايتو، هيتحول عندنا لايه؟ لانفيزيف او انفلتريتنج دكت كارسينوما. الاسمين اوكي على فكره، وبالعكس كلمه انفيزيف هي الكلمه اللي احنا بنستخدمها في البراكتس عندنا. فايه اللي هي ايه انفلتريتنج دكت كارسينوما ده؟ ايه هنديله استنبط مالجنانت تيومر، ده مالجنانت تيومر طالع من البريست. طيب هقول فيه ايه؟ هقول ان سيكشن في البريست شوينج انفلتريشن، انفلتريشن باي مالجنانت تيومر. ترسيست الخلايا فيه ايه؟ شيتس. دكتور بسنت هو مش ده طالع من ضغط يعني، ولو عماله تقول لنا جلاندولار هايبربليزيا وفايبرو ادينوما ويعني بتقولي ان هي كل الموضوع ضغطات، ليه مش ادينوكارسينوما؟ فاكرين يا جماعه السنه اللي فاتت واحنا بنشرح انواع الادينوكارسينوما في النيوبليزيا، في شابتر النيوبليزيا، قلنا ان الادينوكارسينوما ممكن تركز في عمل الجلانس فهنسميها الادينوكارسينوما العاديه، او تركز في عمل الميوسين زي ما خدنا السنه دي اهو اكزامبلز للميكويد كارسينوما والسيجنت رينج كارسينوما، اوكي، سواء الميوسين يعني اكسترا سيلولر او انترا سيلولر، اوكي، او تفشل في كل حاجه ما تعرفش تعمل لا جلانز ولا ايه ولا ميوسين. دي اللي هو كنا بنسميها كارسينوما سمبلكس، كانت مكتوبه عندكم السنه اللي فاتت، واشهر اكزامبل ليها هو الانفيلتريتنج دكتور كارسينوما دي، حتى لو لقينا فيها جلانس بتبقى قليله. تمام، يبقى مش هنستغرب، ولا مع ذلك على فكره لو كتبت جلانس مش هنقصك، بس يعني انا بفسر لك ليه هم هنا كاتبين شيتس ومش كاتبين جلانس. فهو مالجننت تيومر فورمد اوف شيتس اوف ايه الخلايا مالجننت سيلز. مالهم بقى المالجننت سيلز بتوع البريست؟ راوند او بوليجنال، واتفقنا قلت لك هي بوليجنال او بوليهيدرا اللي هي راوند بس يعني مبعجره شويه كده، وفيهم فيتشرز اوف ايه مالجننسي استنبطنا العاديه خالص. سيكشن في البريست شوينج مالجننت تيومر فورمد اوف شيتس او جروبس، كتبت جلانس مش هنزعل، اوف مالجننت سيلز شكلهم عامل ازاي؟ يبقى الشيتس دي الترصيصه، الشكل راوند او بوليجنال، و ايه بيكون فيهم features of malignancy، وطبعا البيهيفير بتاعتها ايه malignant، ودي عندنا منها gloss slide عادي خالص. طيب نجمع بقى تجميعة الداتا شو قبل ما نروح للسكيم المهم بتاع الجلوس سلايد. اول واحدة عندي تيومر ما فيهوش اي جلاندات خالص ولا ايبيثيليوم خالص، هو عبارة عن bundles من بامبا في بامبا، اوكي، ايه البامبا ده؟ اللي هو السموث ماسل سيلز داخله فيه الفايبروبلاست، كله بامبا في بامبا، مفيش اصلا ايه اي جلاندات في الموضوع. دي مين دي؟ دي الليوما يوما. بديها استامبت ايه؟ استامبت بيناين تيومر كابسوليتد، لا نون كابسوليتد او سودو كابسوليتد. مالها بقى الترصيصه؟ انترليسنج باندلز، الخلايا سموث ماسل سيل، الاستروما فايبروس تيشو ستروما. بعدين ما تنساش هنكتب سطر على السموث ماسل وسطر على الفايبروس تيشو ستروما. السموث ماسل شكلهم سبندل بس النيوكلاي بتاعتهم روت شيب، انما ومفيش كولاجين، انما الفايبروس تيشو ستروما شكلهم سبندل والنيوكلاي بتاعتهم ايه؟ تابرد، وفي فوستيهم كولاجين. ليه؟ الفايبروبلاست هي اللي بتطلع الكولاجين، يعني هيجي في وسط السموث ماسل ليه؟ خلاص ده كده اول واحد بناين تيومر، استنبط بناين تيومر عادية. اتنين تانيين بناين تيومر كابسوليتد بقى وكويسين، والاتنين هما فايبرو ادينوما بس لها شكلين، دي اسمها بيري كاناليكولر ودي انترا كاناليكولر. هقول سكشن في كابسوليتد تيومر، الخلايا مترصصة as ducts، هنا round or oval with patent lumen، هنا compressed with slit-like lumen. حلو؟ طيب الاثنين عندهم دبل سيل لايننج، الاثنين فايبرس تيشو ستروما، بس هنا بقول ديليكت وهنا بقول ايه اكسس. تمام، وقلت لك ازاي نظبطها كده تتوصف في الجلاس سلايد، وير ان انا مش مطلوب مني ان انا افرق. هقول سكشن فيه كابسوليتد بناين تيومر فورمد اوف دكتس، سم ار راوند اور اوفر ويز بيتنت لومن، others are compressed with a slit like lumen، الدكتس عندها دبل سيل لايننج انر كيبويدل او كولامنر واوتر فلات، والستروما شوت فايبرس تيشو نقطة. خلاص، طيب اتنين بعد كده عندنا هايبربليزيا وعاملين سيستات، مين؟ سيستيك اندوميتريال هايبربليزيا وفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست، دي هايبربليزيا في الاندوميتريوم ودي هايبربليزيا في اكزوكراين جلاند اللي هو البريست. طيب انكريز ذا نمبر اوف جلاندز وفاريبل في السايز والشيب، الكلام ده بيتقال في الاثنين، بس هنا بين قوسين هحط كلمه ايه؟ ادينوسس. they are lined by columnar cells، بس خلي بالك هنا لازم تقول ايه؟ دبل سيل لاير، ها دبل سيل لاير، لان دي اكزوكراين. columnar cells which may form multiple layers or papillary projections، الكلام في الاثنين، ها، وهنا الكلام ده هحط جنبيه عنوان او بين قوسين كلمه epitheliosis في الفايبروسيستيك ديزيز. some are cystically dilated with flat lining، الكلام ده يتقال في الاثنين، وهنا هحط بين قوسين ايه؟ cyst formation. طيب الاستروما هنا زرقاء غامقه سيلولر سبندل، اما هنا لا فايبرس تيشو ستروما فلونها بينك، ودي مهمه قوي لتفرقتهم تحت الجلوس سلايد. تمام،
وما تنساش ان هنا كمان في ايبوكراين ميتابليزيا. ماشي، يبقى تحت الجلوس سلايد الاثنين الاثنين سيستات، الفرق ان الاستروما هنا زرقاء ومليانه خلايا نقط 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 نقط، اما الاستروما هنا فايبروس تيشو استروم. بلس قصه الايه المالتيبل قطع دي، انا بس بخاف يعني، يعني حتى وانا واقفه مع زمايلكم في السكشن هي واحده مالتيبل قطع فعلا، كيراتج فعلا، بس هم عشان القطع جنب بعضها يعني الطالب او طالبه مش فاكره قال لي لا دي حته واحده دي مش حتت، لا ما هو يعني هو مش لازم يبقى كل واحده وبينها وبين التاني شارع. فعشان كده انا بصراحه بحاول مينيمايز النيك ذا اي از ماتش از اي كان. اوكي طيب، دي اللي هي ايه الدكت كارسينوما انسايتو، ودي الوحيده فيهم اللي داتا شو بس، بيبقى الدكت دي ديستندد بماليجنان سيلز وسنترال نيكروزس وعليه ديستروفيك كالسيفيكيشن. الارو ممكن يجي لك يشاور على ده او على ده او على ده. طبعا هنوصف هنا الفيتشرز اوف ايه ماليجنانسي عادي. واخيرا الانفيزيف دكت كارسينوما استنبت ماليجنانسي عاديه خالص، ان هو سيكشن في البريست تيشو شوينج انفيلتريشن بماليجنان تيومر عامل شيتس وجروبس. عايز تكتب جلاندز ما عنديش مانع، والخلايا فيها فيتشرز اوف انابليزيا. شكرا. تمام، ده كده ايه الاسطمبه بتاعه الداتا شو. نيجي للجلاس سلايد سكيم، نيجي بقى للكلام المهم. اول حاجه دخلت على جلاس سلايد مكتوب عليها في ميلاند بريست، ابص كده ادعي ربنا يمكن يا رب ان شاء الله ما الاقيش جلاندات ولا ايبيثيليوم من اساسه، شريحه بامبا في بامبا ما فيهاش اي معالم على فكره، وما زال انتوا بتحبوها جدا لان هي دي الوحيده اللي ما فيهاش ولا جلاند، فدي تبقى مين؟ دي تبقى الليوما يوما. طيب لقيت جلاندات وفيهم سيستات، خلاص يبقى الاحتمالات عندي حاجه من الاثنين، يا اما فايبروسيستيك ديزيز يا اما سيستيك اندوميتريال هايبربليزيا. افرقهم ازاي؟ لو انا لقيت فايبروس تيشو ستروما وفيها فات ومفيش البلو سيلز الكتير قوي في الاستروما، دي اسمها فايبروسيستيك ديزيز. سامع كلمه كتير؟ عشان انا عارفاك، عارفاك الطالب اللي هيكبر ويطلع لي خليه ولا خليتين فايبروبلاست ويقول لي اهو في خلايا اهي. لا انا بقول خلايا زرقاء كتير ملزقه جدا جدا في بعضها، فمديك الاحساس بتاع اللون الازرق كومبيرد لي اللي هي الرايقه الاستروما الرايقه اللي ما بين كل خليه وخليه شارع وبينك كده، دي اللي هي الفايبروسيستيك ديزيز. وجود الفات بيساعد. اوكي، فلقيت انه في جلاندات عامله سيستيك فورمز، اوكي، وفيها والاستروما اللي ما بينهم بينك رايقه وممكن الاقي فيها فات رايقه، يعني قصدي مش زحمه يعني، فدي كده اللي هي الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. اما لو لقيتها ان هي خلايا كتير بلو سيلز في الاستروما، دي اندوميتريال هايبربليزيا. يساعدك موضوع ان هو كيراتينج، خلاص ان هو يعني حتت كتير على الشريحه بالنيكد اي. ماشي، يبقى مفيش جلاندات اصلا ولا ابيثيليوم خالص من اساسه، دي مين؟ دي الليومايوما. طيب لا في جلاندات وعامله سيستيك فورمز، يبقى الاحتمال حاجه من الاثنين، فايبروسيستيك ديزيز او اندوميتريال هايبربليزيا. بفرقهم ازاي؟ بالاستروما. اوكي، الاستروما لو هي فايبروس بينك خلايا قليله وممكن الاقي فيها فات، دي تبقى فايبروسيستيك ديزيز. لا زرقاء ملزقه في بعضها زحمه جدا جدا، دي اندوميتريال هايبربليزيا. حلو، هيبقى لك مين؟ هيبقى لك الفايبرو ادينوما اللي احنا خلاص دلوقتي نو لونجر بنقسمها بقى في الجلاس سلايد، ومين؟ والبريست كارسينوما، الانفيزيف بريست كارسينوما. لو لقيت ان الجلاندات ريجولر خلاص، ويا اما مدورين بقى يا اما سليت لايك ومفيش سوليد جروبس، وبص دي انا بالنسبه لي مهمه قوي، ومفيش فات في السكشن اللي قصدي دي، انا جايبه لك من جوه الفايبرو ادينوما مفيش فات جواها. اوكي، فدي هتبقى مين؟ فايبرو ادينوما. يبقى جلاندات كده ريجلر يا اما مدوره يا اما سليت لايك ومفيش فات دي ومفيش سوليد جروبس، دي تبقى ايه؟ تبقى الفايبرو ادينوما. لكن لو لقيت بقى ان المناظر الريجلر جدا وفيها سوليد جروبس، هتبقى انفيزيف بريست كارسينوما. يعني بصراحه يا دكتور فسانتي شكرا على ثقتك الغاليه، الحقيقه احنا لا نعرف ريجلر ولا الريجلر ولا نعرف سوليد جروبس ولا الكلام ده، ومش مش هنعرف نستخدم موضوع السوليد جروبس ده. في هنت او تب انا بعتبرها حلوه جدا جدا، لو انت خلاص وصلت انها مش ليومايوما ومش سيست وخلاص انت واقف ما بين دي ودي، اوكي، لو انت كده الجلاندات بالنسبه لك شكلها وحشه والريجلر، امشي كده على طروف السكشن. غالبا لو دي بريست كارسينوما يعني في كل الشرايح بنجيب لكم حته فات والتيومر داخل جواها، هوريك المنظر دلوقتي واحنا بنجيب الاكزامبل. فالسوليد جروبس دي والحاجات الريجلر دي بتبقى انفلتريتنج جوه فات، عشان ااكد لك ان دي انفيزيف دكت كارسينوما. اما السكشن ده بتاع الفايبرو ادينوما ما فيهوش فات اصلا، انا جايبه لك من جوه الادينوما نفسها، مفيش، هي فايبرو ادينوما جواها دكت وفايبروستيشو وبس، مفيش فات. اوكي، بس دي السكيم بتاعت الفيميل، وهنشوف
اكزامبلز ليهم. لو انا مش لاقي جلاندات خالص ولا لاقي سوليد جروبس اصلا خالص ولا اي ابيثيليوم خالص، دي اسمها ليومايومات، بامبا في بامبا. لقيت جلاندات عامله سيستات، يبقى انا ما بين الاثنين السيستيك، الاندوميتريال هايبربليزيا والفايبروسيستيك ديزيز. افرقهم ازاي؟ بالستروما. ستروما فايبروتيك رايقه بينك، دي اللي هي ايه اللي هي وممكن الاقي فيها فات، دي فايبروسيستيك ديزيز. ستروما زحمه جدا 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 وخلايا زرقاء، دي مين؟ دي الاندوميتريال هايبربليزيا. تمام. طيب مش دول كلهم، وانا كده ما بين الفايبرو ادينوما والانفيزيف بريست كارسينوما. لو لقيت الجلاندات ريجولر سواء مدوره او سليت لايك ومفيش اي سوليد جروب ومفيش اي فات، دي فايبرو ادينوما. طب لقيت، لا لقيت فيه سوليد جروبس وعلى الحروف بتوع السكشن هتلاقي فيه فات والتيومر داخل جواه، هي دي التيب الاساسيه، هتبقى دي انفيزيف بريست كارسينوما. تعالوا نشوف اكزامبلز. دي اكزامبلز في ميلان بريست، كوبي رايت دكتور ايمان خالد. اول واحده عندنا مفيش جلاندات، مفيش ايبيثيليوم، مفيش سوليد جروبس، احمر في احمر او بامبا في بامبا، دي مين؟ دي الليوميوما. تمام. دول الاثنين بتوع السيستات اهو، سيستات سيستات، ماشي. يبقى دول بتوع السيستات، افرق بينهم ازاي؟ بلون الاستروما اللي في النص، زرقاء ومليانه خلايا اوكي، ولا حمراء وفيها خلايا قليله، تبقى دي فايبروسيستيك ديزيز ودي الاندوميتريال هايبربليزيا. ادي كده المجموعه بتاعه الايه السيستات. هيبقى لنا بقى الاثنين بتوع الفايبرو ادينوما فيرسس الايه المالجنسي بقى اللي هي الانفيزيف بريست كارسينوما. بص لو هنا الجلاندات يعني الى حد ما محترمه، ما فيش فيها سوليد جروبس ولا انفلتريشن، طبعا ده هنا المنظر الانترا كاناليكلر بس احنا خلاص ما بقاش مطلوب مننا ده اوكي. ما فيش فات خالص في السكشن، شايف حد شايف اي فات هنا؟ حد شايف اي فات هنا؟ اللي هنا الفتحات دي كلها ايه؟ ضغطات، ما فيش فيها اي فات، تبقى دي مين؟ فايبرو ادينوما. بصوا بقى المنظر ده هو ده اللي انا بكلمك عليه، على حرف السكشن لقيت فات داخلين فيه الايه التيومر سيلز، دي تبقى انفيزيف بريست كارسينوما. هنا ما جبتلكش الفات، انا وريتك بوريك حته السوليد جروب يعني بس، وان شكلها مختلف عن الايه عن الريجولر جلاندز اللي موجوده في الفايبرو ادينوما، بس التيب دي بالنسبه لي اساسيه جدا جدا، وجود فات ودخلت التيومر فيه. يبقى لو انا لاقياهم جلاندات محترمه كده ومفيش فات في السكشن تبقى فايبرو ادينوما. لقيتهم ان هم سوليد جروبس وحاجات الريجولر، يعني دول ما شكلهمش جلاند خالص، مش مشكله، مش عارفين نفرق، استخدم دي هتساعدك. مفيش سكشن انفيزيف دكت كارسينوما الا ما بنجيب فيه فات علشان خاطر تشوف فيه الانفلتريشن لازم، و 99% من الاحوال الفات بيبقى على حروف السكشن. تمام. يبقى ازاي بقى افكر تاني ان اجمعهم لما اخش على جلوس سلايد في الفيميل؟ اول حاجه ادعي ربنا ما الاقيش جلاندات خالص، الاقيها بامبا كده تبقى دي الليوميوما. لا لقيت جلاندات بس عاملين سيستيك فورمز، يبقى انا ما بين الاثنين دول، فايبروسيستيك ديزيز او اندوميتريال هايبربليزيا. افرق بينهم ازاي؟ بلون الاستروما اللي ما بينهم. خلاص مفيش لا ده ولا ده، حظ يعني عمال يصعب بس تمام. يبقى انت كده ما بين الدكت كارسينوما والفايبرو ادينوما، لقيت فات والتيومر داخل جواه والتيومر عباره عن حاجات سوليد كده ما انزل الله بيها من سلطان وفيري الريجولر، دي تبقى دكت كارسينوما. مفيش الكلام ده والجلاندات الريجولر او راوندد سواء او سليت لايك، تبقى دي مين؟ الفايبرو ادينوما. وكده نبقى احنا الحمد لله خلصنا الكيدني واليوروجينيتال كله والفيميل والبريست، وان شاء الله هيبقى لنا فيديو كمان في الهيستو ان شاء الله نكمل فيه بقيه السيست.